صباح لبنان وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم ترافقوا معنا بصبحية جديدة عبر تلفزيون لبنان. خلاصة أسبوع منوصل له ونهار جمعة بوصلنا لويك أند يمكن عم نرتاح فيه من حصاد وتعب أسبوع كامل، على أمل أنه نكون هيك عم نحقق كل يلي منتمنيه وفعلا كل شيء منريده يكون عم بيصير حقيقة، أو أقله نكون عم نقرب فشخة أكتر لكل شغلة عبالا نحققها بحياتنا. صبحية جديدة من صباح لبنان، هالمجلة الصباحية اللي منترافق فيها يوميا، مجلة صباحية متنوعة نحكي فيها موضوعات كتيرة، نطرح فيها أمور مع ضيوف متعددين. أكيد صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بتابعونا ببيروت بلبنان بالعواصم العربية ووين ما كان بكل دول العالم. صباح الخير كمان لبيا يلي بتنضم لإلي. شو أخبارك؟ كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ تمام، ماشي الحال. اشتقت لك، اشتقت للمشاهدين كلهم أكيد، وبدي صبح بالخير بدوري كمان كل المشاهدين اللي عم بتابعونا، فإن شاء الله يا رب هيك تكون الحياة بالنسبة لإلكم مليانة حب وفرح وسعادة، لأنه الحياة بنتيجة حلوة. خلينا نحن كمان ما نتحكم شادي إذا بدك بحياتنا، خلي الحياة هي تكون صحيح ملكنا بس كمان هي ملك ربنا بنفس الوقت. ففي أشخاص يمكن هيك بعض الأحيان بيتأثروا بكلام صغير أو بكلمة صغيرة ممكن تأثر على نفسيتهم أو على شخصيتهم، وتوصل فيهم الأمور حتى كمان إذا بدكم ينتحروا من وراء كلام صار مع أحد الأشخاص كانت صديقة له وعم بتجرب هيك تنكت معه بطريقة مهضومة، فقالت له قدام عدد كبير من الأشخاص كانوا موجودين معه هذا الشخص يمكن بعد ما تزوج لهلأ ما بيعرف ينقي تيابه. ما بعرف قد ايه هذه الكلمه يمكن تلعب بنفسيه الشخص او تاثر عليه وقد هي فعلا سخيفه بمضمونها يعني. صحيح، فخلي الامور السطحيه ما تاثر علينا، ناخذها بطريقه ايجابيه ونشتغل على حلها بطريقه يمكن تحسننا اكثر ونكون مرتاحين بحياتنا. فالحياه هيك حلوه مثل ما هي، صحيح، فقبلوها كيف ما كان. اكيد عكس حال فيها كل الاشخاص اللي يمكن بيقتلوا اراده الحياه، قديش بيكونوا يمكن مكسرين من جوا ليقدروا يوصلوا لهيك قرار فعلا. فاليوم يمكن ما فينا نقول إلا صلاة لكل شخص عم بحط حد لحياته، لأنه الحياة فعلا تستاهل أنه نعيشها لأنه هي نعمة من عند الخالق. على كل حال صباح لبنان بيقلع بقطار البرنامج لليوم ومع عدد كبير من الفقرات من الضيوف يلي دايما بنعطكم فيها لحتى تكون صبحيتنا مثل العادة أحلى، على أمل تكونوا عم تستفيدوا وعم تتسلوا بنفس الوقت. أكيد مثل العادة ومثل كل نهار جمعة رياضتنا بتكون دانسينج مع خانيتو لحتى نتعلم خطوات جديدة إن كان نستفيد منهم بالويكند، لكل الأشخاص اللي عبالهم هيك يظهروا مثل ما بقولوا ينفسوا شوي وينبسطوا ويتسلوا، أو حتى لكل الأشخاص يلي بحبوا هالهواية يلي بتمزج الرقص مع الغناء. أكيد من بعدها فقرة سينما مع جوزيف إبراهيم لحتى نعمل مثل كل أسبوع جولة على أبرز الأفلام يلي عم يستمر عرضها بالصالات اللبنانية، نيو ريليسز بصالاتنا وحتى أفلام عم يعملوا جروسينج على شباك التذاكر. أكيد من هيدا الموضوع هننتقل لسيجمنت أجندا، رح نكون نحن والمشاهدين مع محمد بنوت حتى نحكي أكثر عن كمال الأجسام واللي هو بطل بكمال الأجسام حتى نتعرف عليه أكثر بضمن فقرات صباح لبنان اليوم. رح نستضيف كمان رئيس الكشاف المسيحي ألبير جعجع بسوشيال إيفنت لحتى نحكي معه بهالفقرة عن نشاطات الكشاف اللبناني المسيحي. ومننتقل سوا وبكفل صباحنا نحن وياكم مشاهدينا مع فقرة زست، ورح يكون زميل جوزيف مع اليوم، رح تكون مايا معنا لحتى نحكي أكثر إذا بدك مواضيع صحية مفيدة وغذائية بتحافظ على سلامة صحتنا وبنفس الوقت على الشيب تبع جسمنا كمان. صحيح، وكمان منتابع مثل ما تعودنا كل نهار جمعة فقرة ثابتة ببرنامجنا نتعرف فيها على أشخاص يمكن هيك بيعطونا أمل صغير بحياة دايما أفضل، وبيوعونا أنه يمكن أوقات نحن ما منكون مفتحين عينينا على شو الله حاطت نعم عنا، هن يمكن بيكون فقدوا قسم كتير كبير ولكن بيكونوا عوضوا بإيمانهم وبعزمهم للحياة ومحبتهم لإلها، فمنتعلم منهم بتيمونياج دو في. اليوم ضيفة إدوار معلوف.
واكيد ختام فقرات صباح لبنان مثل العاده رح تكون مع فقره التارو وزن النمرود، ولكن البدايه بتقلع مثل العاده مع الرياضه وخانيتو. صباح الخير للجميع، للجميع اللبنانيين. نحن يعني عم نعلمكم رقص شوي، منطلع لكم من هالمود البشع الحرب وهالاشياء، لانه رقص شو هو الرقص؟ رقص اللي بينسي الهموم، بينسي كل شيء بالحياه، وهي شغله رياضيه كثير حلوه وكثير نظيفه كثير كلاس. واليوم بدنا نعلمكم خامس وسادس با بالرومبا ومع ابني اخوان وتاتيانا. هي اسمها كوكاراتشا. كوكاراتشا اعملوا مره بتصير سايد باي سايد كثير هينه، هي مثل المامبو القديمه في البام مامبو اخذينا منها. سو كوكاراتشا بتصير 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. هذا اسمها كوكاراتشا. مثلا في بالمامبو، المامبو هي 1 2 3 5 6 7، هيدي من المامبو، اخذينا من المامبو صار ابطا اسمه كوكاراتشا. سو فاس فاس بس نعمل كوكاراتشا منصير. سو 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1، هيدي اسمها كوكاراتشا. هلا رح نعمل من اول با، عملنا التو بيزك. سو منبلش من البيزك 1 جو 2 3 4، هيدا البيزك عملنا مرتين، علمناكم اول حلقه بالرومبا 2 3 4 1 2، بعدين عملنا نيويورك 2 ستيبس 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. هلا عندنا التيرنينجز 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. هلا عملنا عيدا 2 3، اذا لاحظتوا رجعوا لورا عكس نيويورك 3 4 1 2 3. هون بسكروا الاجرين 2 3، بسكروا الاجرين ليتا يعملوا كوكاراتشا. سو 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. نعملها مع الميوزك كلها سوا بليز من اولها لهون. One, two, three, four, one. Martin, New York. 2 3 4 1 2 3 4 1 2. هلا في عنا turnings. Martin turnings. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. هلا عنا عيدا 2 3. هول الروس تبع الرومبا بيزك، اذا ما تمرنتوا هدول ما فيكم تفوتوا بالرومبا، اشي اصعب. هلا بسكروا الاجرين كوكاراتشا 2 3 4 1 2 3. بشبه السالسا بشبه المامبو 3 4 1 2 3 4. من اول بيزك جو 2 3 4 1. هلا بلا ما اعد بتصير الموسيقى كثير حلو. عيدا نسكر الاجرين كوكاراتشا 2 3 4 1. اوكي، فاذا بنكون عملنا نحن هلا خمسه با. هلا نحن عم نعيد البايات مرتين 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 مرتين، بس بيكون في دانس بدنا نقللها، بصير من كل حركه بنعملها مره لانه كثروا الستابس، ما في كل حركه نعملها مرتين، بس لانه عم نعلمكم عم نعملها مرتين مشان تستوعبوا. وهلا عندنا السادس با يلي هي اوبن بريك، بس اوبن بريك بنبلشها بالاندر ارم تيرن. التيرنينج انتم تعلمتوا التيرن، وهيدي الشاب ما بيعمل شيء، بصير البنت لحالها بتبرم. خلينا نعمل اندر ارم تيرن 1 بصير 2 3 4 1. الشاب اذا لاحظته بس رجع لورا 2 ستيبس لورا
الصبية عمل basic بعدين عمل turning. Okay, so again, one, go, two, three, four, one. هي بتبرم هو بيعمل لها leading بس four. ليه؟ تنعمل الopen break. هلا خلينا هيك please. بالعكس yes. Yes, okay. No, no, no. انت هونيك هون. ظهرها هي هون. عشان نشوف الopen break. Two, three, four, one. هي بتبرم لذا لاحظتوا. ليه برامت هي؟ لنعمل open break. Open break. Watch. نفتح اثنيناتنا. Two, three, four, one. Two, three. هيدا اسمه open break. Two, three, four, one. بس كيف بلشنا؟ عملنا one underarm turn. تنعمل بعد مرة. كمان underarm turn. ونعمل open break. يلا go. One, two, three, four, one. Two, three, four, one. دغري open break. Two, three, four, one. Two, three, four, one. Two, three. Open break من أجمل بيات لهلا بالمباريات العالمية بيستعملوها كتير كتير مهم. خاصة هلا بالمباريات العالمية شو صار؟ The top level العالم كمان في هيد بيقولوا عملوا basics. ضروري يعملوا هول البيزكس تبع كل العالم. يعني هيدي الروتس تبع الرومبا. هلا بدنا نعملها مع الميوزك التيرنينج مع الاوبن بريك. يلا one two three four one again three turn two three هلا لورا الشاب two three four one two هيدي underarm turn open break two three هلا كتير منيح. هلا صرنا عاملين نحن ستة يعني شي سبعة steps. هلا بدنا نعملها كل البايات ورا بعضهم بس مش مرتين مرتين كل با مرة لانه بتطول كثير بصير نفس الروتين. يعني نحن بس نعمل شويات او شيء تصور بنعمل مينيموم 60 ستاب تنعمل شو دقيقتين ونص. هيدي شو عملنا ما في كلها ثلاث اربع حركات. يعني كثير الدومين كثير حلو خاصة للصغار كثير بيصيروا اسكيا. اذا الاولاد تعلموا لاتين دانس بيفرز دماغهم لانه جسم السليم في عقل السليم. يعني كل با اللي عم بيحسوا هن يعني هالسيطرة للإيد مع الإجر هالأشياء كله هيدي السيطرة بيعلم الدماغ يفرز الدماغ بصير اسكي أكتر بصيروا بس بيلقطوا الشغلة بسرعة أكتر بكونوا عملوا انتيرير تمارين بدماغ مع الجسم. فإذا هلا بدنا نعملها من أول ما علمتكم لهلا البيزيك 1 بس كله 1-1 مع آخر everything 1 and 1 نعملها بلا ميوزيك هلا شوفوا مرة بليز يلا 1-2-3-4-1 هاي بيزيك عنا نيويورك 1-2-3-4-1 2-3-4-1 الترنينج 3-4-1 2-3-4 أيضا 2-3-4-1 2-3-4-1 كوكاراتشا 4-1 ومرة كمان هلا أندر أرم ترن 2-3-4-1 هي بتبرم دغري نعمل أوبن بريك 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3-4-1 2-3 رح نعمل هيدي كلها هلا مع الميوزك. اذا لاحظتوا انتم تعلمتوا كل حركه مرتين مرتين هلا رح نعملنا كل حركه مره ليبين الدانس اجمل. سو خلينا نبلش شوي يزيحوا شوي هيك بليز يلا مع الميوزك يا 1-2-3-4-1 1 basic New York Aida Hala Kukaracha 2-3-4-1 2-3-4-1 Underarm turn لاحظتوا شو حلو صار ولا بعد؟ إذا لاحظتوا بلش الدانس يبين. هلا آخر حلقة ضروري تكونوا معي لأنه بدنا نكفي بار كتير حلوة للبنات خاصة من أول. أوكي one more time from beginning. هلا مش رح عد حسوا أنتوا الميوزك مع الدانس يلا. One
بعتقد انه عجبوكم الرومبا، حلو كثير الرومبا، من اجمل رقصات بالعالم. وبعدين ما فيش عمر للدانس، يعني من 5 لل65 بيقدروا يرقصوا، اوعى حدا يفكر انه ما بيتعلمها. اخر مباراه كنت عم حكم بسان مارينو بايطاليا، كان في هيت، كانوا عمرهم من 60 لـ65 نازلين، 22 كابل كانوا بالمباريات. بقى ما فيش عمر بالدانس، مين ما كان بيقدر يتعلم. اهلا وسهلا فيكم، باي باي يا بيبالي. يعني بتعرف الرقص دائما يمكن بفيدنا ببعض الاحيان حتى نطلع من الـ من الـ من هالجسد يمكن ونتحرر ونطير. دائما مش ببعض الاحيان. يعني هيك دانسينج يعني، وخاصه انه في موضوع الموسيقى بالموضوع، فخلص هلا مش بس الموسيقى عالم تاني. ايه الموسيقى عالم تاني، والسينما عالم تاني كمان، فن سابع بحد ذاته. فجوزيف صباح الخير. موجود يا جوزيف، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. الاونلاين ميديا دايما معك لها حصه كبيره، خاصه نهار الجمعه. نهار الجمعه السينما. السينما السينما مزبوط. مثل ما بيقولوا الدانس انترناشونال لانجويج، يعني اذا اثنين ما بيفهموا مع بعض فيهم يرقصوا مع بعض، بيفهموا مع بعض اكثر يمكن. وخاصه كمان بالافلام اذا بدك، يعني الرقص كمان عم بيكون موجود ببعض المشاهد لحتى يوصلوا يمكن الفكره اللي حابين يوصلوها بطريقه حلوه كمان. مزبوط. شو الافلام اليوم اللي رح نشوفها؟ هلا رح نشوف شيء كوميدي، شيء كرايم، وشيء انترناشونال كمان. يعني ما في شيء جوزيف في دانسينج وميوزيكال؟ لا ما في، قطع كثير دانسينج، قطع في فيلم هندي قطع دانسينج، وقطع كثير اشياء دانسينج. صحيح. هابي نيو يير يمكن. هابي نيو يير مزبوط. هلا اكثر يعني اليوم عندنا كم موفي هيك اكثر كوميدي وسسبنس. بنترك لك جوزيف الكلمه هلا، والسينما دائما حصتها كبيره ومعروفه نهار الجمعه، فتفضل. مثل ما كنا عم نقول اليوم الافلام متنوعه بين كوميدي كرايم، وحتى عندنا الانترناشونال موفي تراش. اول فيلم رح نحكي عنه هو الكوميدي اللي هو دم اند دمر 2 او الغبي والاغبى، اللي هو السيكول تبع دم اند دمر اللي نزل بال94، اللي بيحكي قصه لويد كريسمس وهاري جون اللي هن بيكونوا مثل رفقه كتير عزة، وبعد 20 سنه بيرجعوا بيلتقوا كرمال يفتشوا على ابن على بنته لهاري الضايعه. فبيقرروا يروحوا على رود تريب كتير طويلة، وأكيد بيكون في أحداث وكتير مغامرات بتضحك. يعني دم أند دمر وان كان عامل كتير يعني إمباكت بعالم الكوميدي، فتنشوف دم أند دمر 2. دم أند دمر 2 هلأ بصالات السينما، رح نشوف التريلر سوا. يعني مثل ما شفنا في كتير أفلام متنوعة، من السسبنس للدراما للأكشن حتى الأنيميشن، وفي كمان كتير أفلام رومانس بعدهم بالسينمايات، وفي الهورر مثل أويجا آخر فيلم شفناه. وكمان رح ينزل كل ما عم نقرب على ديسمبر بينزل موفيز أكتر وأكتر من الناطرينهم، مثل The Hunger Games Mocking Jay Part 1 وThe Hobbit، بعدين نحكي عنه انتباعا بالحلقات الجاي. هذا كان فكرة سينما لليوم، خليكن معنا تنكمل نهارنا. شكرا لك جوزيف على هذه الفقرة، فدتنا فيها ونورت كل الحابين يقضوا ويك اند حلو كمان حتى يعرفوا شو في افلام بالصالات اللبنانية. اكيد مشاهدينا اليوم الخميس 14/11/2000 الجمعة عفوا 14/11/2014 اليوم بصادف اليوم العالمي للسكري. شو هو السكري وكيف ممكن نتفادى هذا الموضوع، والفحص المنزلي كيف ممكن كمان نكون عم نكتشف هذا الشيء من خلال الفحص بالبيت ونكون عم نحافظ على صحتنا. نتعرف سوا ضمن هذا الريبورت. مركز الرعاية الدائمة بيستقبل حوالي 2026 طفل وشاب وصبية مصابين بالسكري نوع أول. الرسالة تبع مركز الرعاية الدائمة هي الاهتمام بطفل اليوم إذا بدك لصحته لبناء مستقبل خالي من التشوهات والمضاعفات اللي بيسببها مرض السكري. يعني كل شخص بيتعالج بطريقة صحيحة وبيتابع من قبل هالفريق المتعدد الاختصاصات ممكن بيوم من الأيام ما يعمل مضاعفات اللي معروفة عند مرضى السكري. الطفل أول شيء بيتابع من الناحية الطبية، من الناحية النفسية ومن الناحية الغذائية، وحتى بينعمل له نشاطات بتساعده لينخرط بالمجتمع، هيدا من قبل هالفريق الموجود. كمان بالمساعدة الاجتماعية بتساعد العائلة تقبل المرض،
تقبل هالحالة الجديدة اللي اجت على هالولد، وبالتالي كمان الأخصائيات التغذية بتساعد العائلة تهتم بالغذاء السليم لكل أفراد العائلة ولمساعدة هالولد على تخطي كل يوم بيومه. كمان عنا رياضة، عنا النشاطات اللي بنعملها لنساعد هالولد، نفسر له انه انت فيك تكون مثلك مثل حيالله ولد بالمدرسة، فيك تعمل سبور، فيك تسافر، فيك تروح، فيك تجي، عشان تنتبه على ضبط السكري بجسمك. ما شكرا سيء ألعب مع السكري بتكل لماما بإيد الإبرة. والنوع الأول بيجي عند الأولاد ب 80% من الحالات لحد سنة 18 أو 20 سنة، والنوع الثاني بيجي من بعد 20 سنة كمان ب 80% من الحالات، معناتها إنه في 20% من الحالات النوع الأول بيجوا عند الناس الكبار كمان، والعكس 20% من الحالات اللي هن من النوع الثاني بيقدروا يجوا عند الأولاد، وهذه معروف ليش أسبابها من وراء البيئة والحياة اللي عم تتغير والنصاحة والبدين والقصص. النوع الأول بيجي عند الولد مثل ما قلنا بطريقة مفاجئة، يعني ما له تحضير، يعني من نهار للتاني في عنده عوارض الولد اللي بيقدر يكون مثل وجع بطن ولا غيبوبة ولا بصير يبول كتير أو بيشرب مي كتير، بينتبهوا عليه الأهل إجمالاً بيجيبوه لعند الحكيم نعمل له فحص دم بيطلع معه سكري بهال سهولة. ليش بيصير فيها السكري هاي بطريقة كتير سريعة عند الولد؟ لأنه بكون سبب من الأسباب هي سيستم المناعة تبعه. في دراسات كتير عم تنعمل على عدة أصعدة، يعني محاربة سيستم المناعة تبع الولد، تنشوف إذا كان وقفنا له إيه لسيستم المناعة ببطل يكسر خلايا تبع البنكرياس تبعه. في دراسات، هذا صار له 10 سنين دراسات، بس لسوء الحظ بعد الحديث هلأ منا ناجة لتطبيق عام لهالأمور هيدي. وفي كمان غير شيء اللي هو زرع الخلايا البنكرياتيك اللي هني بيقدر الواحد يخدهم من عند الولد أول ما بصير في عنده شو تشخيص، بس كمان مثلا عم ناخدهم من هون نرجع بيشتغلوا فيهم بيشيلوا منهم السيستم المناعة بيرجعوا بيزرعوا لهم للولد. طيب ما هيدا السيستم المناعة ما عم نظبطه للولد، يعني بتقدر تمرق الأمور بسنة سنتين ثلاثة مع هبوء، يعني بتنساعد كتير الولد بهالشغلة هيدي، بس بده يرجع إلى للأنسولين لأنه الوحيد اللي هو بيقدر يخلصه من كل المشاكل. أنا ممرضة مثقفة للسكري، يعني منهتم بالولاد منثقفهم منقلهم شو بهون، منعلمهم منفسر لهم شو السكر، منفسر لهم كيف بدهم ياخدوا إبرون واللي هو العلاجهم للأنسولين سكري النوع الأول عم نحكي، وكيف بدهم يعملوا فحوصات، كيف بدهم يرجلوا بين الأكل والأنسولين تبعهم تيقدروا يكملوا حياتهم طبيعيا. كمان عنا نحنا نشاطات، ناخد الولاد مندهرون، عنا مخيم صيفي ناخد 30-35 ولد 5 أيام برات على مسؤوليتنا، أهلهم منهم معهم ونحنا بنهتم فيهم كومبليتلي، يعني هن الولاد بين بعضهم ناخد ذات الأعمار ويعيشوا حياة كلهم مثل بعضهم، كلهم عم بياخدوا دواء، كلهم عم بيأكلوا ذات الأكل وكله وعم بيلعب ذات اللعب وبيطلعوا كتير مبسوطين ورا هذا المخيم. رايحين بريك صغير مشاهدينا وبنرجع من بعدها تنتابع صباح لبنان، خليكم معنا. صباح لبنان بتابع، تحية لكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لصبحيتنا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا، إن شاء الله نهار جمعة مبارك وحلو وإيجابي بتكونوا عم بتقضوا إن كان بشغلكم أو شو ما كنتوا عم تعملوا. ما تنسوا تتواصلوا معنا مثل العادة على تويتر @صباح لبنان وصفحتنا الرسمية على فيسبوك صباح لبنان لتعليقاتكم ولتواصلكم مع كافة طاقم العمل وحتى تتواصلوا معنا لكافة الفقرات. ننتقل للفقرة الأولى اليوم، فقرة أجندة.
ضيفي بالستوديو بطل حمل اسم لبنان بالعالم كله، البطل اللبناني المحترف لكمال الأجسام محمد بنوت، يلي حصد مؤخرا لقب مستر فينيكس برو أو فينيكس برو، لقب يلي هو مخصص لكمال الأجسام. رح نحكي عن هالنجاح الذهبي لأنه المركز الأول حصده اللبناني محمد بنوت، وأيضا هالموضوع يلي أهله للمشاركة بأيلول 2015 بمستر أولمبيا. صباح الخير محمد. صباح النور حبيبي، شو أخبارك؟ ماشي الحال. أول شيء ألف مبروك من كل أسرة البرنامج وباسم لبنان كله هالنصر اللبناني العالمي. Thank you. يعني قدي لبنان فخور بإنجاز من هالنوع. خبرني شوي عن المشاركة، كيف كانت الأصداء هيك أنت أول شيء على الصعيد الشخصي قبل ما نفوت بالتفاصيل والتحضيرات كلها؟ أول شيء صباح الخير إلك وللمشاهدين وللأسرة التلفزيون. وتاني شيء بالنسبة للفوز أو الإحساس أو شو فكرت وقت اللي قالوا اسمي أنه أنا عملت المركز الأول، ضليت 3 أيام ما مصدق. ليه؟ لأن صار لي أنا 5 سنين محترف وبعمل بالسنة 7-8 بطولات بأمريكا وبكل الدول العالم. بس الأمريكان يعني أكتر شيء عطيوني مركز تاني، هيدي أكتر شيء بال 2012، رجعوا بيعطوني تالت رابع، أكتر من هيك ما بيعطوني، ممنوع الأمريكان يخسر. هيدي البطولة كنت أنا محضر كتير منيح وعملت الأول ولقيتها صدمة يعني لإلهم قبل ما أكون أنا إنه ماني مستوعبها يعني. هذه صدمة حلوة على كل حال وإيجابية. طبعا أكيد 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 الحمد لله. محمد رح نتشارك مع المشاهدين بلحظات الفوز قبل ما نغوص بتفاصيل عن يعني هالبطولة وبطولات تانية أنت قادم عليهم. إن شاء الله. يلا. Alright Johnny. It's you baby. BPS will present the second place award, the second place check, to our runner-up this evening, Johnny Jackson. Way to go, Johnny! Way to go, Johnny! And Eddie Pugliso, along with our CEO of Europa Sports, Eric Hillman, will present the first place check, the first place award, the custom Europa Man statue, the Olympia qualification, and the title of 2014 Europa Phoenix champion to Mohamed Bonnoux. There you go for 500. Good luck with that one. Snow and gold. All right. Thank you, Ed and Betty. Special thanks to Eric Hillman. Let's have our top 5 gentlemen on the line, please. يعني ألف مبروك. فعلا هاللحظات اللي شاركنا فيها قديش النصر حلو وقدي يعني المشاركة كان فيه 185 رياضي من العالم وأنت حصدت المركز الأول. مين يلي كان عم بينافسك على المركز الثاني؟ جوني جاكسون اللي قالوا اسمه اللي عمل الثاني، هذا جاي يربح البطولة. هلا معظمهم كانوا أمريكان، مفكر حاله جاي يربح لأن أنه عطول أنه هو بكون بالمراكز الأول. بس انه كنت صدمه انا صراحه لإله لان كنت محضر مزبوط ومنيح ومركز كل السنه على هاي البطوله، وكنت يعني تقريبا جاي من كوكب اخر لان مستحيل انه اربح لو ما اني فارق كتير عنه. لو فارق شوي كانوا حطوني تاني، بس فارق كتير كنت عنه انا بالنشاف وبالتقاطيع، يعني كاني جاي من كوكب اخر. لان عملوا مؤتمر صحفي الحكام قالوا انه انا، هي كانت سبت واحد، انه نهار السبت سكرت الابواب على المنافسين كلهم بالتنشيف اللي أنا عامله بالتعب اللي تعبانه، فمشان هيك أنه حصدت هذا المركز بجبارة. أكس حال عم نتشارك مع المشاهدين بالصور، وخليني أحكي أكتر عن التحضيرات. يعني اليوم أنت
بمجهود شخصي رفعت اسم لبنان، علما انه هذا لقب انت مش حاصده بس لنفسك، هذا لقب انت بتهديه للبنان عامة، هذا انجاز وطني. اكيد. هلا انا يعني انا من 2006 كنت هاوي، عملت بطل ابطال العرب، 2007 بطل عالم، كنت بعدني هاوي. بال 2008 اخذت البرو كارت اللي هو الكارت الاحتراف، وبلشت انه اطلع على امريكا، لان في فرق بين الهواة والاحتراف طبعا. وكل بطولة الحمد لله انه بكون بالتتويج بين الخمس الاول، وعطول انه نحن بنفتكره انه انجاز كبير هذا، لان انت بين الامريكان وانت لبناني عايش بلبنان، انتبه هلا انه بكون عايش بلبنان غير ما تكون عايش بامريكا، وانت بتعرف وضع البلد كيف، ومشان هيك هذه بتلاقيها كمان انجاز تاني على الانجاز اللي انا عامله. انجاز نفسه. خبرني شوي عن التحضيرات محمد، يعني قديش صعب وقدي بدها مسابرة الواحد يحضر لهيك بطولة، وخاصة انه انت عم ترعى نفسك برعاية شخصية، يعني ما في اهتمام ورعاية رسمية لهالموضوع، يعني انت كل مصاريف التحضيرات ومصاريف السفرة تكلفتك انت، تكاليف كلها عليك، فقديش صعب هالموضوع، وقديش كمان صعب التحضير على الصعيد الجسماني، يعني قديش صعب؟ لقلك ليش صعب وكيف صعب. اول شيء لحتى تقدر تجيب المصاري لحتى تقدر تحضر، وهذا بدك تجيبها، من وين بدك تجيبها؟ بدك تشتغل وكذا شغلة لا تقدر تحصل عليهم لا تقدر تكمل تحضيرك. وإلا بدي يصير اعمل مثل باقي اللعيبة بلبنان كله يقعد على جنب. فأنا أهم شيء أنه يصبر الواحد، ولو أول بطولة والتانية والخامسة والسادسة أخسر، يعني أنه ما أعمل أول تاني تالت، لا بدك تضلك حاطط براسك أنه لازم تعمل أول. وخاصة أنا لبناني عايش بلبنان، في فرق الأمريكاني أو كان عربي عايش بأمريكا بس بيتمرن وبيأكل وبينام وبيعمل المباراة، أنا لا، أنا بدي أشتغل وبدي عندي 100 مسؤولية، وبدي أتمرن وبدي سافر، يعني أنا بسافر من يعني عندي عدة سفرات لأوصل على المباراة. الأمريكاني بيكون ناطرني هو هنيك يعني مرتاح، أنا بوصل تعبان. يعني شوف هذا كله عن جد أنه إنجاز كتير صعب طبعا. وما ناخد حقي أنا أبدا إعلاميا، انسى المادة، المادة بتتأمل، أنا بقدر حصلها، ما بوقف عند المادة، يعني أنا ماني مضطر اطلب من هيدا ومن هيدا ومن هيدا، هو منه ومنه قاريني، يعني مع انه انا اللي عم بعمله اكبر من هولي كلهم، عرفت؟ اعلاميا ما اخذت حقي، هيدا انجاز كتير كبير، اذا بيفكروا فيه اللبنانية كتير كتير كبير. انا تعبت هيدا كل حياتي، رحت قدمت هونيك لاربح، مش لاربح شي شخصي لإلي، لك يا اخي انا تأهلت لمستر اولمبيا، لبنان رايع مستر اولمبيا، انا شو جاي، انا شو يعني غير التعب والمصاريف والدفع؟ ما في تواصل مع المعنيين بهالموضوع، مع حدا من الدوله؟ ممكن احتراف، ما في قصه معني وما معني ورسمه ومش رسمه، هذا بلد اسمه لبنان بده يروح على اولمبيا، يعني علم لبناني واقف باولمبيا مثل المونديال. انت بتعرف المونديال كيف كل الكره الارضيه بتحضره، هذه كمان نفس الشيء، هي ذاتها، ما لبنان راح يقف على مسرح كل الكره الارضيه بدها تحضره، يعني بدها تحضرني. نعم. مش بدها تحضر محمد بنوت لحاله، في عالم لبناني بظهر، في تمثيل اهم يلي هو لبنان، ما هذه هي، يعني ما انه في شيء شخصي. هلا بقول لك انا شو عملت شيء شخصي لإلي، انا وعم بعمل بطولات درست اخذت شهاده ماستر بيرسونال ترينر ونيوتريشن بامريكا بنيويورك، هذا عملته شيء شخصي لإلي، بس البطولات صراحه انه ما انا شخصيه لإلي، انا عم بنزل باسم لبنان. صحيح. فيني انزل باسم اي بلد، يعني وخاصة هلأ صار أنا اسمي الأول بالعالم بالمحترفين، فهيدا اللي عم لاقي فيه أنا صعوبة. يعني مع هيك الرأي العالمي يلي دايما بيكون عنده نظرة يمكن مغايرة للبنان، بهالنصر يلي حققته خبرنا شو عن ردة الفعل يلي كانت من قبل الحكام، من قبل الموجودين، من قبل الزملاء يلي كانوا مشاركين بهاللعبة الرياضيين. هلأ لك أول شغلة، أنا وقت اللي بطلع من هون على أمريكا صراحة في فرق بينه وبين الأجنبي، الأجنبي ما بهمه إذا خسر ولا ربح ولا ما بهمه، أنا بدي أطلع وحامل لبنان على كتافي، صدقني عم قلك بطلع على لبنان عتلان هم كل لبنان، إذا بدي أخسر، إذا بدي أعمل تالت، إذا بدي أعمل تاني، كون عندي ستريس كتير 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 قوي، غير العذاب اللي أنا عم أتعذبه. في أنت بتعرف بلبنان بتخسر بينشروك، بتربح ما بتنطفى، بس بتخسر كل لبنان بيعرف أنه أنت خسرت،
بس انه تربح ويعملوا لك شيء انه بفيد، لا مشان هيك بطلع انا بحامل كل البلد على كتافي وطالع ما بديش اخسر مشان ما اتبهدل واتجرس. هذا كمان استقبلوني بصالون شرف على المطار لما رجعت، كان في استقبال رسمي. اللي استقبلوني رفقاتي واصحابي وهالي الحمد لله بزياده، ما بديش حدا يستقبلني لان في شيء اهم من الاستقبال. نعم. اللي هو مستر اولمبيا اللي هلا انا رايحه عليه. رح نحكي عن هالموضوع، يعني قديش يعني اللعبه اللي ربحته فينيكس برو اهلك لمستر اولمبيا بال 2015، كنت حاطط يعني كنت عارف انه نتيجه النصر بفينيكس برو هي مستر اولمبيا؟ هلا انا الي سنتين بكون بين توب 5 ولك من 5 سنين كان اللي بده يتاهل لمستر اولمبيا بده يعمل توب 5، يعني الخامس في يروح الرابع في يروح. نعم. بس على دوري انا وقت اللي بلشت شوف من حظ كمان بدك تعمل اول لتتاهل، صارت كتير 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 صعبه. عرفت، وعربي ولبناني كمان، يعني هيدي بالخيال هن بيفتكروها انه ولا ممكن اللبناني يروح عليها هالمباراه. بس اللي سنتين انا بعمل توب 5 عم جيب نقاط، يعني ما عم يكفوني لاتاهل، في يتاهل واحد عن نقاط. نعم. بده يجيب 15 نقطه، يعني بده يعمل كذا مباراه، يعمل رابع وثالث طبعا ليقدر يتاهل، كلهم بيجمعوا مع بعض. هلا انا شو عملت وقت خلصت، انه وقت خلص الموسم بقيت 3 بطولات. قلت بعمل هالثلاث بطولات انا، ان ما عملت اول باول وحده انه بقدر نقاط وبتاهل، بس كنت كل تركيز انه صراحه انه اعمل اول، يعني كل هدفي اعمل اول، طالع من هون بدي اعمل اول. الا طعمي غير طبيعي وقت طبعاً. اللي بتفوت على اولمبيا عامل اول، يعني انا يعني اذا بتفوت بتشوف شو مستر اولمبيا ومين الاسامي اللي مشاركه اللي عم تتاهل، بتقول هذا شيء بالخيال انه محمد بنوت لبناني عايش بلبنان تاهل لاولمبيا. اذا بدنا هيك نوضح شوي للمشاهدين يعني عن فئه الاوزان، يعني الاشخاص اللي ما بيعرفوا كيف بتصير اللعبة، يعني في أوزان معينة، في كيف بتصير؟ لا الاحتراف ما في أوزان. يعني أنا أضعف واحد، يعني أقل واحد قد البناية صدقني، الأمريكان كتير ضخمين. نعم. وأنا يعني أقصر واحد وأضعف واحد فيهم، بس بربحهم. ليه؟ أول شيء عندي تناسق، تاني شيء أنا بتعب كتير بالتمرين ودقيق، أنا عندي مثلا نوتريشن بيقول لي الحكيم بيقول لي هيك بعمل هيك مستحيل لخبط، عرفت؟ فبكون أنشف منهم، عضلات مبينة أبرز، يعني بس نوقف كذا واحد ما بيطلعوا إلا دغري النظر علي أنا، كون فارق. إيه بس إذا كل واحد لحاله بيطلع بتلاقيه كتير ضخمين وأنا جيت ضعيف ما بتبين إلا ما يحطونا حد بعض. نعم. دغري النظر بيجي علي أنا. عم تخبرنا هلأ بمستر أولمبيا يعني المسؤولية صارت أكبر، ويمكن في تحضيرات يعني أصعب من أنك تحضر من يلي حضرته لفينيكس. هلأ هون المشكلة، هون المشكلة اللي بدي وقع فيها هلأ. هلأ البطولات اللي أنا عملتها كلها كوم، وهلأ اللي بدي أعمله بتحضير كوم تاني، لان ما بدي روح انه بهدل بلدي كمان بانه بمستر اولمبيا. هذه لها تحضير مغاير. التحضيرات كيف هلا بدها تصير؟ يعني اكيد على الصعيد الغذائي والتمرين. ما هو انا عاده بعمل معسكر 6 اشهر، بس اخر 3 اشهر خلص ما بختفي، بضلني بس بالبيت، بيتي والنادي انا مع بعض، ما بظهر، بعمل معسكر ما عادش بشوف حدا، بركز قد ما فيني بركز، اخبار ما بحضر، تلفزيون ما بحضر، مشان كمان اذا بده ينسم بدنك الجسم بيعبي مي تنتزع الفورما تبعي، فبحاول بعمل معسكر لا اقدر انجح يعني. بس هلا مستر اولمبيا غير كليا، بده يرفع وزني لكون بعد اضخم، لان اللي بكونوا هنيك كتير ضخمين، وعندي شي 10 اشهر انا عندي وقت كتير طويل لا اقدر اوصل للفورم اللي نحن هلا عم نحط خطه انا والمدربين لها. نعم. بس هاي في لها مصاريف كتير طبعا. هلا هون المشكله اللي بدي وقع فيها، بس ان شاء الله انا بتخطيها مثل ما تخطيت البطولات اللي قبل. ما بوقف انا، اذا ما اجاني سبونسر ما بقدر انه وقف انا الحلم اللي انا رايح عليه. ولكن انت متابع عملك الطبيعي يعني الى جانب هالهوايه وهالرياضه اللي طبيعي، والا ما بقدر ما بقدر اقلع يعني انا. يعني الله يخلي دوله الرئيس نبيه بري اللي هو اعطاني وظيفه بال 2006 وقت اللي عملت بطل ابطال العرب. نعم. اعطاني وظيفه مدني بمجلس النواب. نعم. السنه الماضيه عملنا كافئني قد ما عم بروح بطولات وبعمل توب 5 وكل مره انه بجيب كاس للبنان. نعم. فحب ينقلني على الشرطه وعملني صف ضابط مؤهل اول. انه كفاني هلا هيدا كثير عم يريحني، يعني ما عم روح بخدم كثير، وقت بكون عندي بطوله بيريحني بيقول لي انه روح حضر،
يعني غير شغل ما فيك بدك تشتغل ما بتقدر تحضر، مشان هيك انا شوي عم كون مرتاح بس انه اكيد مستر اولمبيا غير كليا يعني ما بكفي، انا اللي عم بعمله ما بكفي بس يعني ان شاء الله من هلا لوقتها اكيد دولة الرئيس بري مشكور على جهوده، ولكن هذا بيبقى دعم فردي، يعني هون يمكن المطالبة انه يكون الدعم من قبل الجهات المعنية، يعني هون كل شخص، انا بدي اطلب منك وجه رسالة لكل شخص اليوم عنده الموهبة وعنده الشغف اللي انت عندك، شو بتقوله لما يوقف بلبنان ولما يتوقف عن تفاصيل عدم الرعاية، لانه يمكن بدها وقت لتحصل بلبنان مع كل الاوضاع طبعًا اللي عم بتصير طبعًا. هيك لكل الاشخاص اللي عندهم نفس الطموح اللي انت عندك شو بتقولهم؟ هلا انا في كتير ناس شباب بشوفها عندهم هذا الاصرار بس عم يوقفوا بقصة انه ما حدا عم يدعمنا، انا عم بحكيهم بقول لهم شباب اول شيء انه لازم تدفعوا من جيبتكم بس لتقدروا انه تربحوا، يعني ما في شركة بلبنان او اتحاد او وزارة انه انت تدعمك وتروح تخسر، انه شوي بلاقوها صعبة. اسمعوا مني انه انا صار لي 18 سنة بهيدا الدومين، يعني انتو ادفعوا اول شيء من جيبتكم بعدين لحالة بتصير تجي تراتبيا، يعني عرفت كيف؟ نعم. هلا مثل انا مثلا هلا اوكي الوزارة مشكورة على كل شيء بتعمله معي، في تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، في مع الوزير مباشر، وشو الطلب اللي بتطلبه منهم هلا على الهواء؟ يعني هلا انا كنت من يومين عنده للوزير الحناوي، يعني نعم. مشكور وكتير كتير بجنن هالوزير، انه قال لي بدي ادعمك لاولمبيا بس هلا ما في موازنه لاول السنه، ان شاء الله انه اذا ضلت الوزير اذا ضلتني وزير حوقف جنبك، بس انه انا بقول لك انه وقفته جنبي محدوده لما عنده الليمت هو بالوزاره ليقدر يتخطاه، الماكسيمو 10 مليون ليره، ب 10 مليون ليره بالشهر بدي اكل وبروتينات بصرفهم، عرفت شو قصدي؟ مش الوزارة اللي هي بس لحالها لازم تدعم، في سبونسر هي شرك، نعم. ان كان بالمشروب الرياضي او في شرك كتير او بنك او كذا، انه انا ما بدي من حدا، انتبه هبة، ما بدي من حدا يقول لي خد روح ارفع اسم لبنان، انا بدي انا اشتغل له، انا اعمل له دعاية، البس له التيشيرت وهو يعطيني يعني تعبه، يكون سبونسر لما نشتغل مع بعض، هذا اللي بدي اياه، وبلبنان موجودين انتبه وكتار ان كانوا شراك والبنوك، ولكن عم يتوظفوا بالاماكن الغير او ما عم يشوفوني، بركي ما عم يشوفوني، ما الاعلام مغطيني، يعني ما عم يرفعني الاعلام هيك ان شاء الله، ما انا بدي وصل، ما هذه هي بدي انا الاعلام بس انه طبعاً. شوي يضوي على الانجاز اللي عملته. فاذا مستر اولمبيا بايلول 2015 ان شاء الله، انا من نهار التنين حبلش تحضير والاتكال على الله، يعني التحضير حيكون كتير 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 قاسي علي، واخر شهرين لازم اطلع امريكا حضر فوق، يعني معسكر من نهار التنين، من نهار التنين بس اخر شهرين طالع امريكا حاخد عائلتي واطلع، نعم. لان مرتي هي عاده هي بتعمل لي كل اكلاتي على الميزان على الجرام، هي بتساعدني مشكوره، يعني كتير بتتعب معي على فكره، ما بعرف ايضا بتطلق بس انه يعني واقفه جنبي عن جد، نعم. بدي اخدها معي مشان كمان تهتم فيي هونيك، لان شهرين مده طويله بامريكا وبحضر هونيك، بكون المدربين هونيك وكلهم انه معايا، وان شاء الله انه بكون بعمل مركز منيح للبنان ان شاء الله يا رب. اكيد رح نتابع. يعني انا بدي اشكرك وبدي ارجع هنيك باسم كل اسرة البرنامج، الف مبروك فينيكس برو، والف مبروك سلف للانجاز اللي رح تحققه بمستر اولمبيا، لانه نحن متاكدين انه اكيد رح تكون رقم صعب مع كل هالتحضيرات ومع كل هالمثابره والشغف يلي عندك. ما هذا الحكي اللي انت بتقوله وكم عندي على الفيسبوك الشباب اللي بيقولوه، هذا بخليني شد اكثر، بس بخليني كمان عندي مسؤوليه طبعا. اكبر، بس انتبه ايد واحدة ما بتزقف، لازم يكون كذا، يعني الايدتين مش تبكين مع بعض لحتى نقدر نحقق هذا الحلم. حققت اول حلم، عنا بعد حلم، لازم الكل يوقفوا جنبي، ما بدي انا وقت اللي بيجي بهدي للبنان كله بجميع توقفوا، انتبه انا ابدا ما بخلي، ما بسيس ابدا ربحي، فانا بدي الكل يلتف بس لنقدر نحقق حلم التاني، وان شاء الله انه بوجودكم بوجود الاعلام بوجود هالرأسمالية بلبنان ان شاء الله بنحققه ان شاء الله ان شاء الله خير. بتشكركم كتير انا، واكيد بتشكر عائلتي اللي دايما بتضل جنبي، بتشكر المدرب اللي وقف جنبي بلبنان احمد حيدر طبعا، وكمان المدرب اللي بامريكا النوتريشن جورج فرح، وبتشكر دكتور رئيس نبيه بري على
على الوظيفة اللي أعطاني إياها وعلى الريح اللي عم يريحني إياها، وشكرا لكم. يا أهلا وسهلا فيك البطل اللبناني المحترف لكمال الأجسام الحائز على الذهبية بفينيكس برو محمد بنوت والمتأهل لمستر أولمبيا بالعام 2015، أهلا وسهلا فيك. حبيبي يا هلا. شكرا. مشاهدينا صباح لبنان بتابع مع فقرات متنوعة مثل العادة، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. 20 الثاني عام 2011، يعني بعد 7 ايام من اليوم، شهيدة الطهارة مريم الأشقر كانت طالعة على درب السماء وكانت عم تتخيل انه هي حابة توصل لربها بطريقة كتير سريعة وتتقرب من ربها بطريقة كتير حلوة، بس ما كانت متخيلة ولا لحظة انه هي طالعة عم بتصلي حاملة انجيل بايد والمسبحة بايد، انه ايد البشر وغدر البشر ووحشية البشر تكون هالقد عم بتقربها من ربها. نحن بنقول لك نيالك مريم الأشقر، انت قريبة من ربك بطريقة كتير حلوة، انت صرت بالسماء ونحن على درب السماء ماشيين وراك اذا الله راد ب 30 تشرين الثاني عام 2014، هذا السباق سباق الاستقلال يلي عم بكشفه الكشاف المسيحي تحت نحكي بالتفصيل ليه خصصوه لك تحديدا مريم الأشقر. متعرف سوا نحن والمحامي رئيس جمعية الكشاف المسيحي الدكتور المحامي ألبير جعجع، نتعرف سوا. مثل ما قلت مريم الأشقر درب السماء، هالدرب يلي وصلها لربها بطريقة كتير سريعة ما كانت متخيلتها. انتو ككشاف مسيحي حبيتوا ذكرى تالتة لاستشهادها تخصصوا هيدا النهار لروحها وتنظبوا سباق الاستقلال، صح. خبرنا عن هالسباق. يعني نحن السنة الماضية كان في عنا سباق الاستقلال رقم واحد، كان موجه أو تحت عنوان انه بتحب الجيش الكرد، وقله عملناه من مركز الجمعية اللي هو بالصفرة على سكن الجيج بصربة. السنة كنا حابين نعمل سباق الاستقلال اثنين، نفس الشيء مبدئيا على غير سكنة على غير مطرح. اللي عم ينظم السباق معنا او المستشار الفني للسباقات اللي هو الاستاذ نجيب نصر، قال لي انه اذا بنعمل سباق تحدي على طريق وعرة وصعب كتير هي درب السماء. صراحة انا ما كنت بعرفها هيدي، سامع انه في درب السماء بس ما كنت عارف وين وكيف. بيخبرني استاذ نجيب انه هاي الطريق تنوصل على حريصه من جوني، درج ومسار كتير ضيق، وقال لي في نص الطريق صبيه اسمها مريم الأشقر اللي انقتلت فوق حاطين لها صوره كبيره وهي كانت بسكوت، هي كانت كشاف. من هالمنطلق حاولنا نحن ندمج بين اثنين، بين السباق الاستقلال يكون سبق تحدي وبين الشق الروحي اللي هو انه نرجع نضوي على هالصبية ومن خلالها نضوي على أهمية الطهارة عند الشباب وعند البنات بالعالم وعند كل الناس يكون عايشين بها الطهارة. وثالث سنة مضى على رحيلة، ويمكن هي نفس الطالبة أنه نرجع نضوي على هالموضوع، وبالنتيجة نحن بالتحضيرات اللي عم نعملها عم نحس أنه هي اللي عم تحضر معنا وهي اللي عم تضوي علينا، منا العملية بالعكس انه نحن عم نضوي، هي اللي عم تضوي علينا. درب السماء مثل ما ذكرت هي الطريق اللي بتوصل جوني بسيدة لبنان حريصة، صح. فهي كانت طالعة على هيدا الدرج درب السماء تحديدا بين هلالين، هي هيدا الطريق يلي في كتير اشخاص ما بيعرفوا شو هي، صح. ما بيعرفوا شو اسمها، صح. فاليوم احنا عم نضوي على هيدا الموضوع، صح. السباق رح ينطلق من جوني، نعم. إذا الله راد ب 30 تشرين، بس رح تعملوا مؤتمر صحفي قبل تتحضروا لهذا الموضوع، نعم. رح يكون هذا المؤتمر ب 17 الشهر إذا الله راد نهار الاثنين، نعم. نعم. هذا المؤتمر الصحفي شو رح تعلنوا فيه؟ خبرنا. بدنا نعلن فيه أكيد لكل الناس، الإعلام اللي إحنا عم نقدر نشتغل فيه، عم نعمل عم نحاول يكون عندنا بانويات مع إنه كتير صعبة، عم نحاول إنه قد ما فينا نوصل للناس تيعرفوا إنه إحنا عم نحضر السباق الثاني. يعني في فئة كبيرة عارفه، يعني السنة الماضية كان في عنا 400 إلى 500 مشارك، السنة عم نرجع كمان نذكر العالم بهالمؤتمر الصحفي، بنقول وين المسار وكيف المسار وأي ساعة الانطلاق وأي ساعة عم نوصل، وبنضوي شوي على سبونسرية يلي هني داعميننا تنجح هالنشاط. كما إنه هلا يمكن بطريقة صدفة تعرفنا على البطل اللي كان عندكم بطل نبوت، ونحن طلبنا منه انه يكون معنا بالمؤتمر الصحفي، لانه رسالة الكشافة هي رسالة شاملة. صحيح نحن عم نضوي على قصة درب السماء ونضوي على قصة مريم الأشقر، بس كمان معنا هالبطل بنضوي عليه كمان، لانه بيكون
كنز لنا وفخر لنا كجمعية كشاف مسيحي يكون هالشاب عم يضو عليه وعم بينعطى حقه. يعني للأسف اللي سمعني هون بينطبق على الكشافي كله سوا كمان. الرياضة بشكل خاص ما في إلا فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربع مجموعات مبدئيا هني اللي محتكرين الرياضة أنه هذه الرياضة. البقية الشباب والرياضة بيعملوا إنجازات بيعملوا بيصالوا على آخر مستويات ما حدا بيسمع فيهم وما حدا عم يدور عليهم. للأسف للأسف عم نتراجع لورا، الأخلاق عم ترجع لورا، الاجتماعياتنا عم ترجع لورا، لأنه مطرح ما لازم يكون في الإضاءة عليها اللي هي الرياضة واللي هي الحركة الشبابية طافينا، يعني معتبرينا وزارة كماليات. وزير الشباب والرياضة ما دعمكم بهذا السباق؟ وزير الشباب والرياضة مثل ما قال البطل اللي قبلنا، يعني وصلنا يمكن مأخرين، الميزانية كانت خالصة، يعني هو رح يكون راعي السباق، رح يكون راعي السباق. وجوده أو بيمثله أكيد بيكبرنا ويفرحنا على صعيد أنه نحن بقلبه. النتيجة بس ميزانية كتير صعبة بالدولة، ويمكن مسؤوليتنا نحن ككشافة بنرجع منقول كرياضيين نحن نصرخ تيسمعونا، بس لما نحن ما عم نصرخ، لما الكشافي بتنطلب على مطرح مكان بأي مطرح بلبنان تفضلوا أنتوا نظمونا تفضلوا عملونا، نحن بنركض على السريع أنه بلاش مثلنا مثل كل العالم. بس بالنتيجة في إلنا حقوق بالدولة. أنت يا وزارة عم تكوني تراقبي نشاطات تراقبي كل شيء، دعمينا شوي ماشي الحال، متأمل السنة الجاية 17 تشرين الثاني 2014 المؤتمر الصحفي رح تعلنوا فيه السباق من وين رح ينطلق وأي الساعة. صح نعم. تفاصيل يعني هو رح ينطلق الساعة 8 من مجمع جرين بيتش على شاطئ جوني. في بيمشوا قوى الأمن الداخلي مبدئيا رح تسكر الطريق لفترة وجيزة لأن الانطلاق يعني بياخد شي ربع ساعة ما أكثر من هيك، وفي مسار اللي هو بيودي على ساحل علمة. يعني مبدئيا العدائين رح يكون معهم خريطة كل واحد رح يكونوا عارفين كيف يوصلوا، وفي شباب الكشافي رح يكونوا من الانطلاق لوصولا لحريصة واقفين على المالتين كمان تيساعدوا. أي ساعة رح ينطلق السباق؟ السباق يعني بثمان ونص على الأمريكاني، ثمانية على اللبناني يعني. نعم الساعة 8 إذا قلنا راد بينطلق السباق من ساحل علمة بجوني. صح. على درب السماء. صح. طريق اللي للأسف استشهدت فيها. صح. طاهرة إذا بدك الكنيسة الكاثوليكية. صحيح. نسميها هيك. صحيح. مريم الأشقر للأسف راحت هونيك بطريقة كتير بشعة. صح. بعد ثلاثة أيام وجدت. صح. وجدت. صح. وجدوها للأسف بكيس زبالة. صح. مستوتة، وكانت إيدها لفوق والمسبحة بإيدها. صح. أنا عرفت بهذه الطريقة أنه هي موجودة. صح. من بعد ثلاثة أيام من البحث وما لقيوا غير إيدها مبينة من الكيس. خبرنا قدي كان صعب هيدا الشيء عليكم أنتوا لما عم بتحضروا لهيدا السباق، وقدي بالعكس فتح لكم ربنا يمكن الطريق. صح. من خلال مريم الأشقر. يعني نحن لما عم بيقول لي سيد نجيب نصر عم بيقول لي شو بدك تعمل السباق، بدك تعمله نحو سكنات عسكرية أو هذا سباق التحدي، درسته من جميع النواحي أنا والشباب القادم معنا بالجمعية درسناها نحن أنه لا الحلو نختار أن الطريق اللي فيها تحدي، وصار تحدي عملتين، تحدي سباق القوى وألعاب القوى، والتحدي الثاني أنه هالناس ترجع تتذكر مريم والمبادئ اللي كرمالها استشهدت مريم، وحتى أنه كمان نشوف مريم وين صارت باستشهادها. مريم صارت بروما بعد سنتين إذا كل شيء مش الحال، بعد سنتين تعلن شهيدة الطهارة على صعيد العالم كله. نعم. وهلأ صورها بكتب وزعها عند البابا فرانسيس من شي سنة بألمانيا على الشبيبة كلها سوا، شبيبة العالم صورتها عم يقول لهم تمثلوا بهالبنت الطاهرة. أكيد هالبنت الطاهرة وهالبنت اللي هي عندها حياة كثير حلوة وكثير منيحة انعكست علينا نحن بالتحضير، صرنا عم نحس انه هي اللي عم تحضر ونحن ماشيين كل شيء عم يفتح قدامنا، كل شيء عم يفتح قدامنا. حتى بنقول شغلي انه يعني كمان تلفزيون لبنان فتح قدامنا هذه أول مرة ومشكورين انتو واجبنا انه حتى نحن بتصور انه هي اللي فتحت المقابلة، ونحن على هالأساس هذا تحضيراتنا كانت ماشي حالة وعم تكون بجو حلو كتير، وفرح من كل قلبنا من جوا انه عم نعمل رسالتين، رسالة اللي هي السباق
ورياضة، ومن تاني ناحية رسالة روحية اجتماعية. نعم. بالنسبة لكم مريم الأشقر، حسب ما عرفت تحت الهواء كنت عم بحكي أنا وياك، مريم الأشقر في أعمال قامت فيها وظهورات على بعض الأشخاص، يعني ما بدنا نحكي كتير بهذا الموضوع قبل ما الكنيسة تعلنه، بس عم بتصير قصص يمكن روح مريم الأشقر وقداسة هالبنت الطاهرة عم بتساعد كتير أشخاص على الأرض. يعني أنا فيني أقول شغلي، بتمنى أن الوسائل الإعلام هلأ اللي تواكب السباق عنا تعمل زيارة، لأنه شي 5 دقائق على بيتها لمريم، وتشوف شو عم بيصير جوا، شو صاير جوا، تشوف يعني فوجئنا. هيدي يمكن شغلة من الأولى، أول مرة حدا يعرف فيها هلا عم بحكي على الإعلام. فوجئت أنه في هدية جاية من السعودية، شخص سعودي بيكتب لها شكرا مريم. تبين أنه عنده قصة، هو كان صحية وكان في شيء ظهر او حدا فرجيت صورته، وصار في عنده طريقه من الطرق انه هالانسان ارتاح شفي، ما بعرف شو صار بالنتيجه، صار يفتش بلبنان وين يعني مريم الأشقر، وصل على بيتها، وهلا بالبيت في يعني هديه محفوره من السعوديه، شخص سعودي عم بيقول شكرا يا مريم. يعني هيدا شخص اللي انا لمسني انه ما بعرف بالسعوديه عرفوا فيها مطرح. هو كيف عرف فيها؟ من خلال البحث تبعه على الانترنت ولا لا؟ بيقولوا انه في عنده اصدقاء لبنانيين، في عنده صورتها، كانوا شاف الصوره قري عن حياتها وشي صار معه يعني رؤيه، ما بعرف شو صار اللي صار معه، يمكن يعني اهله بيعرفوا اكثر، بس انا اللي عرفته انه اجى من السعوديه صار ينبش وين بيتها لمريم الأشقر تجيب لها يعطيهم هذا ويتشكرها. يعني حلو الواحد يكون عايش بهالايام هيك مع بعد ناس يمكن ما تقدسوا، نحن بالنسبة لنا أنه ما تقدسوا بعد، بس حياتهم كتير طاهرة، ويكون هو عم يشتغل لهم. يعني نحن أنا بقول لهم للشباب اللي معي بالكشاف المسيحي، وكل شخص رح يشارك معنا بهالسباق بقول له فرح، لأنه عن جد عن جد تفوتي على البيت، يعني إما بدل ما تكون عم تبكي، بدل ما تكون أنه هالحزن أو شيء، إما فرحة بالآخر وأخوتها الفرحين للآخر، بيقولوا إحنا ربحنا حدا بالسماء، فهو ربحنا ملاك، ربحنا إني بيعتبروه أكثر من ملاك. يعني كرمال هيك منقول سباقنا، بنرجع بنربط سباقنا بالمرحومة الشهيدة، بنقول نحن سباقنا السنة مثل ما قال لي خيا لما قلت له نحن تعبانين بهالسباق شو بده يصير معنا، كان أول نهار قال لي ما رح تتوقع النجاح اللي رح يكون بهالسباق، ما رح تتوقعوا الناس اللي رح تكون موجودة، لأنه أنتوا ما أنتوا اللي نظمتوا هالسباق، إدرا إلهية هي طلبة تنظيم السباق. وفعلا يمكن القدرة الإلهية هي اللي لعبت دورة تتلاقوا كمان مريم الأشقر بالمكان اللي لقيتوها فيه، والإنجيل والمسبحة اللي كانوا موجودين معها محفوظين بقلب علبة، والكشاف المسيحي بيشتغل على الناحية المسيحية والناحية الأخلاقية والتربوية عند الإنسان. صح. خبرنا عن هيدي الناحية فعلا اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها على كل هالشباب اللبناني. يعني بالنتيجة جمعية كشاف مسيحي، بس نحن جمعية أثبتنا بالقول والفعل، نحن جمعية منفتحة على كل العالم. عفوا، نحن مفتحين على كل الناس وعلى كل العالم. وصلنا بنشاطاتنا على العراق سنة 2011 بعد مزرعة سيدة النجاة، رحنا لهونيك قعدنا 3 أيام وقعدنا فتح الكنيسة، كانت الكنيسة كلها مهجورة لأنه صار فيها مذبحة. رحنا أبعد، رحنا على مصر، كان في عندنا رسالة عملناها بمصر، وبلبنان كنا أول جمعية بلبنان، أول جمعية كشفية باعتراف الكل وباعتراف رئيس اتحاد كشف لبنان، وفي مجلة بتثبت هلا عم نقوله. نعم، مجلة شبابنا اللي شبابنا. هي اليوم بين إيدي، حافظ عم تاخذها الكاميرا. ما جمعه الله واتحاد كشاف لبنان لن يفرقه إنسان. نعم، نحن وجمعية يعني كشاف المسلم بلبنان. نعم، كنا أول جمعية عم تعمل المئوية تبع الكشاف المسلم. احتفلنا نحن قبل الوزارة، قبل ما يجيهم حتى وسام الرئيس الجمهورية، نحن كنا اللي عملنا الاحتفال، وجبنا الكشاف العربي ومسؤولين دوليين تبع الحركة الكشفية، وكان في تكريم بنقول نحن على قدنا. كان في يعني هذا انفتاح بحد ذاته، انه هالدمج بين الكشاف المسلم والكشاف المسيحي، يعني هالمئوية اللي انتم عم تشتغلوا عليها فعلا وعم بتحتفلوا فيها من خلال مجلة شبابنا. قدي كنتوا عم تسعوا هالموضوع حتى يكون في هالاتحاد ولا لحاله اجا؟ صحيح. لا، بالنتيجة لما بيكون عندك نهج بجمعية معينة، نحن نهجنا اللي هو أساسا العنوان كله لازم يكون بالعالم كله، ما بيكون بس بالكشاف المسيحي أو بالكشافي، اللي هو المحبة. المحبة صادقة، إذا كانت محبة مزبوطة هي محبة صادقة.
نحن من خلال محبتنا الصادقة لكل الجمعيات الكشفية بكشاف لبنان، اتحاد كشاف لبنان، عرفنا أنه في لهم مئوية، وعرفنا أنه حق الجمعيات الكشفية مهدور كليا من جميع النواحي. حبينا نحن بالقدرة اللي عنا إياها، القدرة البسيطة يمكن، نعمل نحن وجمعية كشاف المسلم هالمئوية. وفعلا يعني كان احتفال كتير كتير مهم على المتحف، وقفت وقلت لهم أنه للقاري الموجودين، يمكن نحن قبل 30 سنة أو قبل 25 سنة نحن وياكم، نحن من هالمال واقفين عم نعملكم تكريم، كنا يمكن عم نقوص بعضنا. بقى نحن هلأ بعد 25 سنة ما بقى لازم حتى نتطلع ببعضنا نظرة غلط أو نظرة أي شيء. خلي الحب والمحبة كلفتنا كثير ال 25 سنة، خلينا نرجع نحن لهون، نرجع نحب بعضنا ونكون محبة صادقة وعم تتجسد. يعني أنا بقول أنه عنا نحن الكشاف المسيحي أصدقاء بكشاف المسلم، الكشاف المهدي تبع اللي تابع لحزب الله، كشاف الرسالة تابع لحركة أمل، الكشاف الجراح، يعني الأسامي اللي منعتبره نحن باتحاد كشاف لبنان جمعيات إسلامية، أنا بقول بكل تواضع أنه بيحبونا بشكل كتير كبير، لأنه أظهرنا لهم الحب اللي عنا إياه والحب اللي مجانا. يعني ما بدنا شيء منكم، احنا بدنا نحب بعض، هذا اكثر شيء. هيدا اهم شيء، انه الحب يكون سائد بين البشر والمحبه تجمع الكل، لانه بالنتيجه كلنا اخوه. صحيح احنا موجودين على الارض مختلفين عن بعض، ولكن بالنتيجه نحن شخص واحد وخلقنا هو واحد. صح. وكلنا بنحب شخص واحد. صح. خلينا نتفق ونحط ايدنا بايد بعض. والبرهان هو مجله شبابنا اللي هي موجوده اليوم بين ايدينا، واللي هي بتصدر سنويا. نعم هي بتصدر سنويا. يعني اذا بدنا نقول اذا أكرمنا الله أنه نقدر نطلع سنويا، لأنه بتعرفي المجلة شو هي تكاليفها وشو شو الوضع تبعها، يعني عم نحاول قدر الإمكان نكون كل سنة. نعم. بفضل هالناس بتدعمنا واللي مهتمين فينا. يعني كما أنا عم شوف أنه هيدا المجلة فعلا هي حلم الأجيال وأمية الطفولة إذا بدك، والكشاف المسيحي عم يشتغل على هيدا الموضوع، الكشاف المسيحي والكشاف المسلم، خلينا ندمجهم مع بعضهم معليش، لأنه اثنيناتهم عم يشتغلوا على هدف واحد وعلى طريق واحد حتى يوصلوا الإنسان فعلا لربنا، لدرب فعلا هي درب السماء، مثل ما أنتوا عم بتنظموا السباق ب 30 تشرين الثاني 2014 اللي راح يكون لروح الشهيدة الطاهرة مريم الأشقر. تحية لكم وشكر كتير كبير لك المحامي البرجعجع على وجودك معنا ولتوضيح كل الأمور، وكل اللي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا اليوم أكيد رح يكونوا موجودين بالسباق وتحمسوا يمكن أكتر مني حتى يكونوا موجودين. فبدي أتشكرك، والمؤتمر الصحفي نحن منوعدك ومنوعد كل الموجودين والقيمين على هيدا النهار أنه نحن رح نكون من الأوائل يلي موجودين تنغطي هيدا الحدث. أشكركم. وأنا بدي بس شغلي صغيرة كنت بدي أقولها بالأول رح أقولها بالآخر. تفضل. أنه أنا بفتخر وبيشرفني كتير أن يكون جالس أنا بهالتلفزيون يلي مر عليه عبائرة ومر من خلاله كبار الفنانين والشعراء وكبار الرجال، ويلي بيقعد فيه كمان كل ليلة الجمعة من عشية نحن الصبح اليوم الشاعر عبد الغني طلايس. نعم. وزواره وحتى على رأسه التلفزيون الأستاذ طلال المقدسي. يعني لما تكون هالناس وحضرتكم هلأ أنتم الموجودين عم تعرف عليكم، لما بيكون هيك تلفزيون كل إنسان بيجي على التلفزيون لازم يكبر، وأنا بتشكركم. نكبر فيكم نحن. شكرا لك، شكرا لوجودك وتحية لكل يلي ذكرتهم أكيد. يا أهلا وسهلا فيك وموفقين إن شاء الله بالسباق يا رب. شكرا. متوقف لحظات صغيرة مع الإعلان مشاهدينا، ومنرجع تنتابع فقرات صباح لبنان، ما تروحوا لبعيد راجعين. عودة لمتابعة صباح لبنان. صباح الخير لكل الأشخاص يلي عم يترافقوا معنا اليوم بهالصبحية، صباح لبنان المجلة الصباحية يلي منفلفش بفقراتها نحن وياكم لحتى نكون هيك عم نضيف على نهارنا، وبنفس الوقت نكون عم نتسلى سوا على أمل أنه رسالة تكون عم توصل. ننتقل لفقرة يمكن تعودتوا عليها كل نهار جمعة، من خلال هالفقرة منتعرف على شخص يمكن من خلاله منعرف أكتر قديش الحياة حلوة، قدي الحياة مهمة، قدي الوزنات يلي يمكن الله بكون حطتهم بين إيدينا أوقات ما منعرف نستفيد منهم، ولكن هن يلي عندهم وزنات إضافية عم يعرفوا يستغلوها على طريقتهم. هن بيكونوا يمكن هيك أشخاص بيعطوا نفحة مميزة لحياتهم لحياة الموجودين حواليهم، وليش لا لكل الأشخاص يلي بيتابعون، خاصة من خلال فقرة شهادة حياة.
عصامي وجريء تحدى الصعوبات ووصل للنجومية بعزم وإرادة، رفع اسم الوطن على منصات التتويج كلها وحصد المراتب الأولى بالبطولات العالمية. وحده هو يلي مثل لبنان عن فئة المعوقين بالألعاب البارالمبية واستحق عن جدارة ميداليتين بارالمبيتين. آخر إنجازاته فضية تانية بسباق الماراثون يلي حصل بالدورة الألعاب الأسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة ويلي أقيم بمدينة أنشون الكورية، محققا بذلك إنجاز كتير مهم وتاريخي للرياضة اللبنانية ما حدا سبقه عليه من قبل. ولكن الحلم ما بيكتمل ودايما الطموح بضل مثابر وبيبقى مكمل للآخر. هو ابن الأرز المقيم بهولندا من أكثر من 12 سنة، رفض الجنسية الهولندية لتعلقه بتراب الوطن. هو الرياضي المحترف برياضة دراجة اليد أو الهاند بايك، هو البطل اللبناني الأولمبي إدوار معلوف. معلوف قدر المفاجئ والمظلم تحول لإنجاز مضيء كله أمل وتحدي. بعمر 25 واجه إدوار حادث عمل قوي، سقط عن الطابق السادس وتعرض لشلل نصفي فأصبح مقعد. بال 2002 انتقل لهولندا وهنيك بلش مشوار جديد من حبه للرياضة، فاحترف رياضة دراجة اليد وأصبح بطل لبناني نفتخر فيه ورسالة أمل لكل إنسان. أهم شيء تعرفي شو بدك. بعد ألعاب أتينا ب 2004 شفت الألعاب البارالمبية وقلت ليش أنا ما بشارك كمان وبجرب كمان شيء ميدالية وكون أول شخص بجيب ميدالية بارالمبية للبنان. كانت حلم. الحلم بلش يتحقق وإدوار رفع اسم لبنان بأكثر من 50 سباق وحصد المرتبة الأولى 32 مرة بالسباقات العالمية وبعده طموحه عم يكبر. أحرز ميداليتين بارالمبية بس مش هذا الحلم. الحلم بعد ما تحقق هذا الأمر شيء مميز. تصوري ميدالية ذهبية بالألعاب البارالمبية أروع شيء فيك توصلي له يعني. من الملفت أنه إدوار المقيم بهولندا رفض أخذ الجنسية الهولندية طبعا يتخلى عن الجنسية اللبنانية. رسالتي إلى تجيب ميدالية لبنان أكثر بكثير ما رسالتي أنه شيء ميدالية لهولندا. هولندا منهم عايزين بس بلبنان أكيد عايزين. إدوار أمام تحدي جديد وهو الألعاب البارالمبية بالريو 2016، ومن لبنان رح تنطلق حملة ب 20 تموز لدعم إدوار وتأمين رعاة لتغطية نفقات التدريبات والتحضيرات. عارف إنه فيني وصار كلها بتكلف مصاري. لبنان ما عنده إلا شخص بارالمبي عم بيتحضر للألعاب البارالمبية وما قادرين يغطوا له نفقاته. أنا عم بتخبط هون يمين وشمال. أنا عايز راعي رسمي حابب أعمل شيء مميز للبنان. حاب اكتب تاريخ ان شاء الله نقدر نحققها بالريو 2016. اهلا وسهلا فيك وصباح الخير ادوار معلوف. صباح الخير. يعني قديش لبنان بيكون دايما مفتخر بامثالك وقديش انت قدوة. يعني انت اليوم رفضت الجنسية الهولندية لانه انت بتعتبر انك لبناني، علما انه يمكن كتار عم يتمنوا انه يكون عندهم هالامر، وانت كنت هيك قدوة بهالموضوع. اول شيء خبرني عينك على ريو 2016. اكيد مثل ما تعرف كل هيدا حلم كل رياضي، عارف كيف؟ اهم شيء يعني حلم الرياضي يوصل للألعاب البارالمبية، والحلم الكبير والاكبر انه يحرز ميداليه ذهبيه. سو هون اهم شيء اللون تبع الميداليه شو بيكون. احرز ميداليتين برونزيه وكانت يومتها كتير قريب من ذهب، بس ثابت انه ما قدرت احققها. واكيد ما هالعزم كله هالاراده انه مصمم انه ارجع اجيب ميداليه ذهبيه وانهي مسيرتي الرياضيه بميداليه ذهبيه اولمبيه. سو مجيبها اكيد حابب جيب للبنان أول ميدالية أولمبية ذهبية. حلو. يعني إذا بدي أحكي شوي عن يعني قديش صعب بحالة أنت تخطيتها وأنت صار يعني المثابرة ونجاح خبز يومي بالنسبة لإلك، تخطيت الحادث اللي صار معك بعمر 25 سنة، وكانت ما كنت عارف أنه رح يكون في مفصل طريقي وصلك لبطولات ولا حلم رياضي يمكن أنت لكن على البال ولا على الخاطر بفترتها. خبرني كيف بلشت بذور هالفكرة تنمى بداخلك من بعد الحادث المؤسف بوقتها ولكنه مثمر هلأ ومبارك. خليني أقول هي بلشت بال 1999 اول مشاركه لي بنيويورك ماراثون على الكراسي العاديه. عملت الماراثون وصرنا نشوف هونيك ونحتك بعالم عم بيعملوا سباقات بغير ويلتشيرز، و
سو قلت ليش ما نحن كمان نجيب هالفكره وبنحسنها وبنصير نتمرن عليها. وهيك صار ب 2001 عملت اول ماراثون على الهاند سايكل وفرقت معي يمكن شيء ساعتين ونص ثلاث ساعات انه بتفرق كثير. وبعد 2004 كنت عم بحضر الالعاب اتينا البارالمبيه كنت بلشت هونيك تماريني بهولندا انا وقد ما كنت هيك كثير متشوق للالعاب حطيت هدف قدامي انه بالالعاب المقبله اللي كانت بالصين حكون هونيك جاهز واحرز ميداليات للبنان. هيك صارت بلشت تحضير هيك يعني ما في تيجي تحضر الالعاب بارالمبيه اخر دقيقه يعني بدك بدك برنامج على 4 سنين تقدر توصل لل يعني قبل ملاحقه هون يمكن مع الكوتش مع كل النظام يلي بيواكب هالتحضيرات. اول شيء قد ايه صعب وقديش يمكن هيك قدام كل اذا بدك صعوبه قدرت تتخطيها قدرت دائما تقول انه لا هالعقبه صغيره انا بدي افشخ فوقها وخبرنا عن التحضيرات ادوارد. هلا بالنسبه للعقبات بحياتنا على طول عندنا عقبات بحياتنا اهم شيء يصير عندك مشكله بتبقى رايق وتنطر تخلص هالمشكله بعدين بتصير الاشياء تفتح لوحدها يعني. هيك صارت العقبات عندي كان كثير لانه كل شيء كنت عم بستشفه لوحدي. انت تعلمت تكون رايق او عودت حالك على هالموضوع؟ انا كنت بالعكس كنت كثير شخص عصبي ولا ما عندي صبر. يمكن القعدة على الكرسي والخبرة بالحياة علمتني اصبر وانطر واشتغل على رواق لانه هيك بتصير تشوف الاشياء اوضح واوسع. حطيت الهدف قدامي تشتغل على الهدف بدك تحط بلان وتشتغل على البرنامج لتوصل للهدف. هيك صار صرت اشتغل وتعلم وروح احتك بألعاب بلاعبين كثير قوية بأوروبا وبكل العالم وعمر سباقات واخذت اكتسبت خبرة وبلشت احرز نتائج بأوروبا وهذا الشيء بلش يعطيك موتيفيشن لبعدين وبعد 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 وبعد. سو حطيت الهدف انه احرز اول ميداليتين بارالمبي بألعاب الصين. كنت جاهز للصين كنت جاهز كثير اني بس ثابت صحتي ما عطتني القوة اللازمة تقدر اوصل للذهب مع انه كانت كثير قريب للذهب كنت على ثانيه بعيد عنها كانت يعني. قريبه جدا مزبوط. يعني حصل معك حادث صغير مع متسابق كندي بوقتها قلت انه ما رح وقف الا اذا توقف قلبي وبقي وبقيت بالسبق وحققت المركز الثالث بوقتها. قديش هيك وقتها تكون النتيجه متقاربه او وقتها يصير شيء ما بيكون بالحسبان يعني قديش هون يمكن بيعطي الواحد دافع اكثر وبصير مصمم اكثر على الهدف. تصور كنت ساخن وقلبت كله بانيك يعني عرفت كيف بس اكيد ضبط اعصابي وفكرت رخيت انه ما خليت عواطفي وكل شيء تسيطر على الوضع اللي كنت انا فيه. سو بالعكس لا رجعت اتحملت على كل شيء وكملت السبق وحققت المركز الثالث بعيد ثاني عن الاول يعني اكيد لازم اهم شيء الصبر ما هذا اللي كنا عم خبرك اياه الصبر وتعرف كيف تتفاعل مع الاشياء اللي عم تصير حواليك يعني. طبعا ادوار اذا بدي احكي شوي هون عن جانب يعني ما بدنا نقول نتهم انه عم ننق بس هذا واقع. انت اليوم بهالمجهود الشخصي وهالنظام يلي عم تتبعه وبهالمثابره الشخصيه بحالتك والانجازات يلي عم تحققهم مين عم يدعمك اليوم؟ يعني لهلا في اشياء داعمين كثير بسيطين يعني هالدعم ما بيجيب لك ميداليه اولمبيه. الميداليات الاولمبيه بيرسلوها والبارالمبيه بيرسلوها مبالغ على 4 سنين برنامج 4 سنين يندعم هالرياضه يقدر ينفذ هالبرنامج اللي عنده اياه ويكون عندك كوتش حواليك يكون عندك اسيستنت حواليك يساعدوك تتنفذ هالبرنامج تقدر توصل. لان في عالم لازم عندك فريق حواليك لازم يكون يشوف اغلاطك معك انت يشوف الاغلاط اللي عم تعملها وكيف فينا نحسنها تنوصل نقدر نكون هونيك منافسين حقيقيين ونفس على ميداليات. اذا بدك تشتغل على طريقه علميه ونقدر نجيب ميداليات هكلها هيدي الاشياء بدك بادجت لها. صحيح يعني على الحال عم نتشارك مع المشاهدين ببعض اللقطات ولكن بهذا الوقت نحن وعم نفرجيهم يعني الصوره بدي صوت يوصل يعني اليوم الدعم المادي قديش مهم بهالموضوع
وقد يعني التحضيرات بحاجه، وعم تحكي عن اكيد تقني حوالي يعني اليوم سبونسرشيب والدعم المادي قديش مفتقد وقديش مهم بنفس هلا هو مفتقد منه منعزل تماما، لانه اجتمعت مع وزير الشباب والرياضه، اجتمعت مع مدير عام الشباب والرياضه، كثير كانوا منفتحين كثير كانوا، بس يمكن امكانياتهم القليله مثل العاده يعني محدوده، يعني محدودة. بس هم حابين يساعدوا. اكيد عندنا هدف، هدفنا نجيب، انا شغلتي رياضه، شغلتي اقعد ورا هالبسكليت روح اتمرن حضر حالي. شغله المعنيين والرسميه انه يامنوا له الاشياء اللي عايزها تقدر نوصل، يعني بالنهايه كلنا عم نشتغل لمين؟ عم نشتغل للبنان. سو انا حابب اجيب ميداليه للبنان، حلم حلمي وحلم كل اللبنانيه، ليش ما بنخليه يتحقق وما يخلي المصاري تكون عائق قدامنا يعني. نداء لمين عم بتوجهوا ادوار؟ يعني بدنا نوجه نداء للدوله، للمعنيين، للاشخاص اللي قادرين يمولوا سبونسرشيب يفوتوا على الخط اذا الدوله امكانياتها محدوده ومنا يا ريت رعاه رسميه. اكيد الدوله كثير ايجابيه ومنفتحه على الاشياء، بس يمكن الامكانيات محدوده. نعم. منشان هيك يا ريت نتوجه على القطاع الخاص، اشخاص حابين يعملوا يكونوا رعاه رسميه ويتبنوا هالحدث. يعني بالنهايه اذا كل شخص منا وطني، اذا كل شخص، انا اهم شيء عندي انا بآمن بشيء اسمه تيم ورك، العمل الجماعي. العمل الجماعي اذا عمل اشخاص، عده اشخاص رعاه رسميه اجتمعوا سوا وامنوا هالمبالغ اللي انا عايزها، نقدر نوصل لبنان للبوديوم وان شاء الله تكون لون ذهبي هونيك. هذا الحلم تبعي وخلي يكون حلم كل لبناني. في احسن منه؟ ممكن يعني، والحلو انه يعني عم نحلم بشيء ممكن يتحقق، مش عم نحلم بامر غير واقعي. بدي احكي شوي عن تمرينات انت اسبوعيا، يعني بتتمرن وبتجتاز مسافه بين 400 و700 كيلومتر على الكرسي المتحرك. مزبوط، عندك كل يوم ايام تحضيرات البيزك ترينينج يعني. نعم. عندك كل يوم تحضير 100 120 كيلومتر، بتوصل اخر جمعه يعني بين 600 700 كيلومتر. في تمارين صعبة يعني، ما يعني هون قد بتتحدى حالك، ورغم انه اوقات يمكن بيكون في تعب وارهاق وبتكون هيك يمكن مليت من المثابرة، ولكن بتخلق هالعزيمة يلي بتضلك دائما تلاقيها. شي مرة هيك قلت بلاها الشغلة كلها، بتفكر بهالطريقة هيك بيمرق ثواني؟ في كتير ايام بوع الصبح بكون عامل تمرين صعب وما قدرت جاي اقوم التخت، بس بقول شو لازم اعمل، بس بيجي بفكر بقول نفسيني اقولك عم بيعملوا ذات الشيء، بيقعدوا بالتخت وبيناموا، ما في شيء بيجي بالهين. الميداليه ما الشجره تفرخها يعني، بدك تروح انت تاخذها بقوتك وباصبارك وبتصميمك وتضلك حاططها هدف قدامك وتضلك عم تشتغل على الهدف. ما حدا طبعاً. لازم المعنيين كمان يساعدونا، ما يبلشوا يعطونا يخلونا ما نركز تركيزنا على الهدف اللي عنا اياه، هو اللي هو الميداليه. في عنا كثير مصاعب حياتنا، اقل شيء انه خلونا نركز بس على ميداليه، على الميداليه اللي لازم نروح نجيبها من هونيك يعني، ما يحطوا لنا مشاكل كمان حوالينا. طبعا سو اهم شيء بحياه الرياضه انه يكون مركز على الشغله اللي عنده اياها، لانه في عنده كثير تحضيرات، اذا اجى مشاكل كثيره بصير كل الاشياء اللي حواليه تضيعوا. صحيح، خليه مركز على شغله وحده، خليه نجيب ميداليه، الهدف كلنا نشتغل للبنان ونجيب له ميداليه. واضح وممكن يتحقق، ما في وضوح اكثر من هيك يعني. انا بدي اوجه نداء لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا على امل انه الصرخه توصل، انه ادوار بحاجه لدعم لريو 2016 بالالعاب البارالمبيه، فكل شخص بحب يتواصل مع صباح لبنان ومن خلالنا يوصل لادوار او يتواصل معه مباشره. شو بدنا بصباح لبنان؟ يعني نكون بجهوزيه، كل واحد يمكن على قد امكانياته، او حتى يكون في سبونسر او ايادي مستعده انه تشبك ايديها ببعضها لدعم لبنان بالالعاب البارالمبيه بريو بال 2016. ما راح اختم، انا راح اختم الفقره معك، بدي اطلب منك طلبه كاميرتك، بس توجه هيك نداء انت لكل شخص يمكن عنده حالتك اليوم، ولكن بعضهم الدوليب ما عم يمشوا بعد الكرسي بمطرحها. شو بدك؟ صار لي من 2004 حاطط هدف واحد، انه اوصل للاولمبيك
وجيب ميداليه. جبت ميداليات واللون ما كان اللي بدي اياه، وبعد هالاصرار ما تغير، بعدني عم كمل عزات المسار اللي هو بدي اوصل وجيب ميداليات. 12 سنه نحن كرياضيه ما فيك ضلك تسمر على مستوى عالي كل حياتك. نحن مثل التوب سبورت هو مثل الفورمولا 1، الموتور بتستعمله واخر شيء بيخلص. هلا بعد عنا امل انه بعد سنتين نكون جاهزين للريو 2016 ونحقق، بس بلا البادجت عندنا الاراده، عندنا التصميم، عندنا العزم، عندنا الخبره، اهم شيء هيدي، بس عايزين دعم المادي تنقدر نوصل له. يعني العائق الجسدي وتخطيناه، فما تكون الاعاقه الماليه هي الحاجه. حرام حرام ما نقدر، حرام تكون المصاري عائق قدام نحقق ميداليه بالعاب ريو 2016. انا بدي اشكرك ادوار معلوف، ونحن راح نتابع يعني هالمسيره، ونكون عم يعني نحاول قد ما فينا نلحقك، لانه انت دائما رح تكون سبقنا. أنا على كل انا بتشكركم كثير، لانه انا من اول صغير كنت على طول شاهد تلفزيون لبنان، وهلا انا هون ضيف بيناتكم، هذا شرف لي كثير كبير، وميرسي كثير على الدعم اللي انتم عم تعملوه. ان شاء الله كل الاعلام يكون واقف ورا كل رياضي، مش وراي انا بس، لانه رياضيه عندنا كثير رياضيه عندهم امكانيات عندهم قدرات، بس بحاجه لدعم. على كل حال هيدا واجب الاعلام واقل من واجب. شكرا لك وموفق كل التوفيق بالالعاب البارالمبيه بريو 2016. نحن رح نواكب هالحدث وعلى امل خير واكيد خير. شكرا لك ادوار معلوف. شكرا. دايما هيك منختزن من خبرات هالفقرة ومنتعلم من الأشخاص يلي إرادة الحياة وشغف المتابعة وتخطي كل الصعوبات بكون أهم من أي تفصيل تاني بحياتهم. مشاهدينا صباح لبنان بتابع، ما تنسوا بعد الفاصل فقرة نيوتريشن مع مايا نحول، والختام مع فقرة التروف، فتابعونا. نرجع منكمل نهارنا، ومثل ما تعودنا دايما بفكرة زاست مع مايا رح يكون في عنا تيبس، رح يكون في عنا معلومات كتير مهمة، خليكم معنا بفكرة زاست. بونجور مايا. هاي، كيفك اليوم؟ كتير منيحة. اليوم ما في تحضير أكل، في بدنا نحكي عن موضوع بس بهم الكل. صح. عن شو رح نحكي اليوم؟ بدنا نحكي عن البادي شيبس وقديش كل واحد لأي نوع بينتمي. يعني في عنا مثلا تفاحة، عنا الانجاسة، عنا البوكس شيب. رح نجيب سيرة الأكل. رح نجيب سيرة الأكل بس انه بالشكل، لأنه بالنهاية نحن بأغوة بإيد. أوكي. يعني نحن منتأثر بالأشياء اللي منكلها. اللي بيأكل انجاس بيكون انجاسة؟ مش هالقد، بس انه يلي بياكل اكل صحي بيكون هو صحي وما عنده امراض. أوكي. واذا حدا بياكل كتير مقالب بيكون جسمه من جوا فيه كتير التهابات، بيكون جسمه كتير متاثر بهول المشاكل. اوكي، هلا مثل ما كنا عم نقول في عنا البادي تايبس اللي هن انجاسة تفاحة، رح نحكي عنهم هلا. اول بادي تايب هو التشيلي بيبر. تشيلي بيبر هلا كمان رح نصير نشوف صور. أوكي. نحن عم نحكي بيساعده، يعني هون عم نشوف صورة التشيلي بيبر. صح، تشيلي بيبر. شو هي تشيلي بيبر؟ هي يلي الاشخاص اللي بيكونوا كتير رفاع من راسهم لاجريهم اذا بدك، يعني من فوق لتحت كتير بيكونوا رفاع. هلا هول الاشخاص اذا بياكلوا كتير حتى يجربوا ينصحوا، بينصحوا اكتر شيء من منطقه البطن. اوكي. فبيشبهوا الابل شيب اكتر مثل ما عم نشوفها هون. عم نشوفها كتير دايما. تشيلي بيبر كلها رفيعه من فوق لتحت. هلا في عنا تشيلي بيبر بيجوا مدعبلين وصغار، هدول يلي كثير بياكلوا هيدا بالجيم بتصير بينصح بطنهم. طيب هيدا التشيلي بيبر، هلا نحن بنعرف انه في اوقات بيكون وراثي نوع البادي تايب. اكيد. يعني هون التشيلي بيبر عم نحكي انه حدا بيكون كثير ضعيف لانه وراثيا بالعائله ضعف. دائما بكل البادي تايبس في عنا عامل وراثي، في عنا عامل الهرمونات بيتاثروا، يعني بيكون في استروجين، بيكون في كذا نوع هرمون. هلا اصلا رح نشوفهم بكل بادي تايب يعني كيف بيأثر. صح مزبوط. طيب التشيلي بيبر على شو اكثر شيء لازم يركزوا؟ اكثر شيء اذا بدهم ينصحوا لازم ياخذوا دهون healthy fats، good fats، مثل اللوز، مثل الجوز، مثل الافوكا. كمان هلا في الصور بتقطع بتفرجينا هيدا الشيء. ايه. كمان عم نشوف مثلا بالصوره السمو، في عنا زيتون، هدول كلهم الدهون فيهم دهون غير مشبعه. مزبوط. فيهم نسميهم غير مشبعه او مونو انساتوريتد فاتس، هدول منيح للقلب،
ليش عم نحكي عنه؟ لأنه إذا واحد أكل كتير ونصيح وعم بينصح منطقة الخصر بس بينصح محل واحد ببطل صح، بصير في عنده عوامل أنه يصير معه مشاكل بالقلب. هيدول أوكي. الدهون بالعكس بيحموه من كل هيدول المشاكل. أوكي، سو هيدا التشيلي بابر. هيدا التشيلي بابر. تاني تايب. تاني تايب هو البير شيب أو النجاسة. نجاسة مثل ما عم نشوفها، صغيرة بس مثل ما عم نشوفها هي بتبلش غفيعة من فوق وبتنسح الوراك، يعني كل الدهون تبقى مشبعة إذا بتكون ومعبية بالوراك بالفخاد وبالدغيغ. هذا يمكن أكثر شيء البنات عندهم هيدا المشكلة. هي أغلبية البنات تقريبا، يعني عم نحكي أنه 90% من الأنوث إناث عندهم مشكلة بير شيب بيكونوا. هلا هون نحن عم نحكي بيكون الفات تجمع بالوراك، وراك فخاد والدغيغ تبعهم أوكي. يعني كل المنطقة تحت، فهون كيف بيقدروا يضعفوا؟ نعرف انه هون كتير منطقة صعبة، هون كتير صعبة. اول شيء فيهم يمشوا، بتكون تعملوا سبور مشي بفيد لانه بيساعد انه يروح الدهون، بس هدول الدهون في كتير نظريات اعتمدت انه هول موجودين ليش؟ حتى يعطونا مثل انرجي اذا ما راح بليت، اذا مثلا حتى تقدر تغدع البيبي، وكمان هدول الدهون بيبقى فيهم كتير سيلوليت، فاللي بيصير انه ما ببطل في مي والكافيين مثلا اذا بناخد او كريمات ببطلوا يفوتوا على الخلايا، يعني ببطل في سيركولاسيون للدم او تدفق دم مزبوط، يعني بيضروا بالنهايه. عشان هيك كتير قاسين وقت يجربوا لهول الاشخاص يعملوا رجيم بيضعفوا اول شيء من منطقه البطن، وكتير صعب يشيلوا بالعكس ببينوا لكم ساعتها اكثر، ببينوا اكثر. مشان هيك هن وعم يعملوا رجيم لازم تمشوا تعملوا حركه، فيكن تاكلوا بقدونس وشاي. ليش بقدونس والشاي؟ لانه بخففوا الانحباس المي او الوتر ريتنشن، يعني بخففوا كمان من هون الضغط وقت يصير في دوره للدم وللمي مزبوطه، بصير يفوت المي بالشرايين والدم ذات الشيء، بصير في دوره دمويه، بصير في كانه من جوا عم نعمل سبور، بصير السيلوليت يخف. هلا نحن بنعرف اصلا في كتير انواع سبور خصوصي للفخاد، يعني في عنا سبور أكيد. بس ورك اوت لهالمنطقة. هلا نحن بنعرف كمان في مساجات عم بيصيروا كتير كرمال نخسر فات من هدول المناطق، هول المساجات يعني على المدى البعيد هدول بيساعدوا كتير، بس عم نعرف اوقات بيقولوا بيخسروا 60% ل 70% حتى 80% من اللي بيصير انه المساجات بتكون المكنة عم بتشغل العضل بطريقة انه يحرق دهون بس هن منيح، ولكن اكيد دائما بدنا شيء مانتوناس، يعني ما بيقدوا لحالهم بدنا نكون عم نعمل دايت مقابلهم. اوكي، هلا كرمال هيدي المنطقة كتير منيح ناخد اكل فيه فايتو استروجين. ليه؟ لأنه احنا بيكون عندنا مشاكل بهرمون الاستروجين بتخلينا نخزن دهون زياده، فبدنا ناكل مثل سويبين او ادامامه موجودين بمطاعم ببيعوا سوشي. هلا هول بيوطوا الاستروجين او بيعلوه؟ بيرجلجوه اذا كان عالي بيوطوه، لانه هو هيدا المشكله بيكون كثير عالي، بيكون احنا كثير عم نخزن دهون، فبناخد ادامامه بناخد بروكولي بناخد كل شيء فيه صويا بيساعد على هيدا الشيء مثل ما عم تشوف بالصوره. مزبوط، هول يعني اللي بيرجلجوا الاستروجين بخلينا شوي يعني بطل عنا هيدا المشكلة. أكتر شيء عند البنات مزبوط، أكتر شيء بس أكيد في يعني الشباب 10% تنحسب عندهم هيدا المشكلة أنه هن الشيب تبعون مثل النجاسة. مثل النجاسة، هلا غير النجاسة في عنا التفاحة. هلا التفاحة يمكن عكس النجاسة، يعني إذا بنبرم النجاسة بصير عندنا شيب التفاحة إذا بدك، بس كمان التفاحة اللي بصير أنه بيكونوا كتافهم صغار. هون مش الكتاف والبطن، هون عم نحكي البطن والاجرين. البطن والاجرين اوكي، يعني اللي ببلشوا الكتاف مثل ما عم تشوف بالصوره، الكتاف رفع البطن ناصح والاجرين بيرجع بيرفعوا. اوكي، يعني مشكله بالبطن. بالبطن يمكن الشباب اكثر شيء، الشباب اكثر شيء الكرش بس هذا كثير خطره، لانه دائما وقت يكون في الدهون حوالي المعده بصير في عنا اكثر ريسك انه نعمل سكري نعمل ضغط مشاكل بالقلب كمان. مزبوط، وكل هدول الدهون بيفرزوا مثل ماده بتعمل التهابات بالجسم مثل ما عم نشوف بالصوره، انه حدا ضعيف ما عنده دهون اللي عم ينصح عم نشوف الاصفر اللي عم بيزيد. صح، هذا الدهن بنسميه فيسر الفات. ليه؟ لانه كثير قاسي، ما انه سبكوتانيس. سبكوتانيس يعني بيكون دغري تحت الجلد، الفيسر الفات بيكون ملفوف حوالي كل الاعضاء، يعني مثل ما عم نشوف هون الاصفر محطوط على كل على البطن وحوالي الاعضاء، يعني على على الكلاوي على الكبد على البنكرياس، بيأثر على كل الارغان بهالمنطقة. واللي عنده النصاحة اكثر شيء من هالمنطقه او الابل شيب بصيروا مثلا يوعوا بالليل مش قادرين يتنفسوا لانه الفات بصير عم بسكر عليهم، ببطلوا ياخذوا اكسجين مزبوط، يعني سليب ابنيا بنسميها. هلا هي اصلا هيدي المشكله، يعني قصه النصاحه بالبطن او بال
الكرش هي كتير بيعانوا منها العالم، صح، خاصة اللي ما بيعمل كتير سبورت. بس هيدا هينة تروح، يعني مش صعبة قد ما انه اذا حدا كان عنده وراك أوكي. اذا بيعمل سبور مزبوطين، يعني بيمشي كل يوم او في يوم مثلا نط على الحبلة، كتير منيح على الحبلة اذا مننط عليها، واذا بنمشي وبننتبه على اكلنا كتير هينة نروح الدهون. بدنا ننتبه انه السنتيمترات اذا بدنا نحنا نقيس لازم يكون للبنات ماكسيموم 80 سنتيمتر، واذا للشباب ماكسيموم 90 سنتيمتر. اوكي، هلا نحن مايا يعني حكينا هون عن الابل وحكينا عن البير، صح، وحكينا عن هلا في شغله بس للابل بعد كثير حلوه. هلا في دراسه جديده طلعت فرجت انه كل الابل شيب يلي بجربوا يضعفوا اذا بياكلوا على الصبح دارك شوكليت يعني فوق 70% بينزلوا المر. مزبوط، بينزلوا 70% او 50% تبع نقول 70 50% اسرع، يعني الورك اوت بياتي مفعول اكثر بس يكونوا عم بياكلوا شوكولا، بصير الميتابوليزم تبعهم اسرع. فالدارك شوكليت كثير منيح على الصبح، واكيد بدكم كومبلكس كاربز ما بدكم كثير عجين، هيدا لكل العالم بنحكي عنه. يعني هلا بعد ما حكينا عن هول الثلاثه بودي تايبس، اكيد في غير بودي تايبس، مثل ما كنت عم تقولي لي انا البودي تايب تبعي شو؟ بوكس. بوكس شو البوكس؟ يعني مثل من فوق مثل من تحت، كله بينصح تقريبا مع بعض. مزبوط، يعني عرض كتفك تقريبا قد عرض وراكك، تنزل مثل ما انت. هيدا التايب في كثير منه، بس كمان وقتها تنصح بتنصح كلك، بس اكثر شيء كمان من المعده، اكثر شيء على البطن. هلا هيدا شو لازم تاكل؟ شو؟ مثلا بدك تاكل اكل فيه ايودين، يعني أوكي. يود وسيلينيوم موجودين بالسمك، بالسمو، بالغيديس، بالماكاداميا، بالبرازيل نات مثل الفستق بتجي اكبر شوي. هدول كتير منيح، بس بدك تنتبه ما بدك تاخذ كالسيوم اللي موجود بكل شيء مشتقات الحليب، يعني حليب، لبنة، حليب، لبن، لبن، جبنة. اوكي، ما بنعوضهم، بخلوك تخزن فات، بتعودهم بكل شيء خضرة مثل بروكولي، مثل لوز، مثل سمك، كمان بالسمسم، في عنا بالكرات، بالشومغ، هو كلهم فيهم كالسيوم بيعوض لنا. خلص لكن سمك مقلي وبزورات من هلا قريب، بزورات نية، سمك مشوي. طيب يعني ولا رح ترجع تنسى؟ يعني خلص، ما واحد بس بده يعني يعيش، يعني على بدو واحد يفهم مع زوج ويعيش healthy living، يعني بده كمان يتأيد، بده شوي يعني يتعذب او صح، تتعب شوي بس على القليله بتوصل للصوره اللي براسك عندك اياها، انه حابب تكون شكلك، بصير فيك تلبس احسن، صحتك بتصير افضل، بتقوى من الامراض، كل هول المشاكل منشيلهم. واهم شيء بكل التايبس وخاصه بالابل شيب تايب ما نعمل ستريس، لانه ستريس بخلينا نخزن دهون اكثر. يعني مثل ما كنا عم نحكي، يعني مايا نحول هلا اعطيتنا يعني هيك مثل ريزومي عن كل الموضوع، صح. بس اكيد اللي بحب يستفسر اكثر، اللي بحب يعرف اكثر، في يعمل لايك للبيج تبع مايا هيلثي ليفينج باي مايا نحول على فيسبوك، وفي تواصل حتى مع مايا كرمال يعرف اكثر عن هذا الموضوع. أكيد. مايا هذا كان وقتنا لليوم بفكرة زاست، ميرسي لك. ميرسي لك، بو ويك اند للكل. يا نعم، تابعين نحن وياكم فقراتنا لليوم، وبنوصل مثل كل نهار جمعة بختام صباح لبنان لفقرة أكثر منكم صاروا ينطروها حتى يتصلوا فينا مباشرة على الهواء. نحن بانتظار اتصالات المشاهدين ضمن فقرة التارو حتى زينا نمرود يجاوبكم على كل الأسئلة اللي بتطرحوها. 1390 هو الرقم يلي صرتوا عم تعرفوا تتصلوا فيه على التلفزيون حتى نجاوبكم على كل الأسئلة اللي بتطرحوها. لحظات ومنتبع. صباح الخير زينب. صباح الخير. وينك هالغيبة؟ ولا أنا هون بس عم بتصادف أنا وياك، ما عم نكون سوا، مش عم تسيقن سوا. يعني بتعرف دايما الحلقات عم بتكون مميزة، وكل يوم عن يوم المشاهدين عم تكتر اتصالاتهم حتى يسألوا زينب نمرود. فبذكر المشاهدين يلي ما بيقدروا يتواصلوا معك على الهواء فيهم يتصلوا على 03-378-300 رقمك الخاص تحت الهواء. أنت مستعدة جاوبيني على كل الأسئلة. ومثل ما شايفة قدامي بعد ما فتحنا الورق، الورق مخبى، فتحنا اليوم الورق بس مخبينه. ايه مخبينه اليوم، اليوم مخبينه عمين بل؟ نو مش مخبينه، بس حضرت الورق بس بغطيه، لانه بعلم التارو مش مفروض يضل هيك تارو مفتوح بدون ما يكون انت بحاجة لقله، لانه بيضيع منه الطاقة. الطاقة؟ ايه. يعني الطاقة دايما لازم تضل مخباية. مخباية؟ مش هيك بنضلنا لتينو. بيفوتها. اوكي. يعني ما بعرف، دايما علم الورق وعلم الفلك وكل العلم يلي نحن دايما بنطلع عليه عم بيكون في اشياء غريبة، ودايما في اشياء يمكن نحن بتجهلنا وبنغفل عنها.
بقى هيك بتكوني وضحتي لنا الصورة. هو هذا على العلم هيك تبع التارو. داكر. بدي أقول لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا أنه فيهم يتصلوا فينا من خارج الأراضي اللبنانية على 88216 82 77 46 44، وأكيد اللي عم يشاهدونا من داخل الأراضي اللبنانية فيهم يتصلوا فينا على 1390. زينا بدنا نبلش نفتح ورق لحدا، في حدا معين هيك بتفكر أنه ممكن بيوم من الأيام تكوني عم بتشوفي له بالورق بدون ما يكون هو موجود؟ لا ما عندي هالحشرية شوف لحدا إذا هو مش موجود، إلا إذا حدا سألني وهو بعيد أو أنا مشغول بالي على حدا، بس إنه هيك أفتح أنا تأفتح ورق لحدا لا ما صارت معك ولا مرة إنه أو حسيتي مثلا إنه في حدا كان عم يحكيكي وحسيتي إنه من وراء السؤال اللي طرحه عليكي ممكن بعد في شيء مخبى حابة تساعدي أكتر أو ممكن أنت ترجع تتصلي فيه وتقولي إنه شفت الشيء؟ ما في هيك بيا. أول شيء إذا هو ما سأل ما بحب أنا وعي على الموضوع، بعدين أنا هيك بتعب ما بقعد يعني ما بقعد طاقة عندي قوية، إذا بدي أسأل على كل شيء على كل شيء بتعب أنا بتعب. بعرف أنه شغلي مانا هيلي يعني أي. بدي أذكر كل المشاهدين يتصلوا فينا على 1390، نحن بانتظار اتصالاتكم مباشرة على الهواء لحتى زنا نمرود تجاوب على كل الأسئلة يلي بتطرحوها. نتلقى اتصال. ألو ألو، نقطع الاتصال، بطل موجود معنا على الهواء. في معنا حدا حابب يسأل عن حاله أكتر تحت الهواء، اسمه إلي ابن ماري، عمره 54 سنة، حابب يعرف صح. ما حدا تحديدا السؤال بس حابب يعرف تقريبا عن كل شيء. هيك شو عطينا بال 34 سنة تقريبا يلي أنجازهم أشخاص بعمره ما بيكونوا عملون ديناميكي أو عصبي أو حريك، بس للأسف ما عنده القوة أساسا، ما عنده هو البعض القوي ليقدر ينطلق منه، بس برضو منه مستسلم وعم يشتغل. عن جد مبيني القوة عنده هون يعني مش متأمن له يلي مأمن لغيره. يا انه هو ببين عندي يا انه مش متعلم او ما عنده مصلحة بايده او ما عنده امكانيات ليشتغل. صحتك منيحة؟ منيحة. مديات هيك مثل ما انت يعني شايفة، كتر خير الله بتضلك مكتفي. مثل ما شايفة قدامي على الورق عطول شجرة موجودة على التارو، هيدي شو شجرة الحياة؟ اي شجرة الحياة هيدي. ليش؟ لشو بتنمو؟ وين الشجرة تحديدا؟ لانه اساسا الشجرة هي الاساس، وهي اللي النبات من الشجره بيقولوا لك قعد تحت الشجره وقطف نعم. الشجره التفاحه انه هون مثل ما عم نشوف في كمان سيف وقلب كل شيء في كيس. هيدي سيف هو حب ثمره مفاجأة. شو هي مفاجآت؟ هيدي برمه الحياه يعني الايام شانسيك ظروفك نعم. لا اذا بتتعمق اكثر بتلاقي غير اشياء كمان، بس هون ما بقرا انا برا، حتى ملاحظ انه في احرف على الورق. ايه انا برا ما بقرا. ليه؟ لانه برا مثل كانه هيدا عنوان نعم، بس تفتحي بتقري جوا. لك شو طلع لي؟ طلع عليك ماده من ايدك بمركز كتير حلو منيحة. ناخذ اتصال تحت الهواء. ظاهر في عنا مشكلة بالخطوط. رامي ابن هند عمره 34 سنة، عن شو حابب يعرف؟ حابب يعرف عن الوضع العائلي. رامي بقلب العائلة هيدي السنة بقوة انت عم تتعاون مع حدا مخبي شيء او عامل شيء غلط، انت عم تتعاون معه عم تصادقه اكتر، انه بمعنى انه انا مش خيك او بيك او انت امي او انت اختي، انا صديق عم تتعاون معهم. انت انا معك انت عم تتعاطف معهم بس مش عم توجه حواليك صح، او هالشخص يلي مخبى هالموضوع ما عم توجهه صح، لانك عم بتروح بالعاطفة. بكل الاحوال طول بالك رح يبين الموضوع منه لحاله بعد شي 5 إشارات وبتلاقوا حل كلكم سوا، بس تقعدوا بقلب العيلة
يعني هون عم بينصحك الورق انه هذا الموضوع مش مفروض يضله مخبى. اوكي انت عم تساعد هالشخص بس غلط انه مخبى. خبر حواليك خليه يساعدوك، بتعاونوا سوا بتلاقوا الحل اسرع واحسن وانسب. بدي اذكر كل المشاهدين اللي عم يجربوا يتصلوا فينا، ما عم نقدر نتلقى اتصالاتكم مباشره على الهواء، عندنا مشكل تقني، رح نتلقى الاتصالات تحت الهواء. فمعنا امال بنت فيوليت عندها 3 اولاد، حابه تعرف عن السفر وعن ولادها تحديدا. امال حطت العاطفه على جنب، ما عم تسال بقى عن العاطفه. اما ايه صح عيلتها هالثلاث اولاد، شوفي هالثلاث اولاد نقلة غربة، لا ما عم يبين عندي غربة هلا، عم يبين عندي ايه في نقلة بس يتأمل للمادة رح تنقلو. شغلة عطفتك أكتر شوي، كتير عم تكوني هون عملية، عم بين عندي صحتكن منيحة، ذكية ذكية، بس مطلوب منك هون شغلة عطفتك شوي وطولي بالك على هالنقلة اللي رح تنقلوها، بس رح تنقلوها بإذن الله. زي ما كنت قلتي لي انه ما بتقري على الورق من برا. اي ليه؟ لانه معروف شو فيه من برا، يعني مثل كانه كتاب تقري مره من برا، بتقري العنوان بتقري بتصيري تعرفي شو مضمونه، بس وقت اللي بتفتحي الكتاب وبتقري بيعطوك جوا التفاصيل. طيب وليه موجودين الاحرف على الورق من برا؟ انه شو بيرمزوا؟ كيف عم قلي كيف كتاب مثلا بتكتب بينكتب انه هذا الكتاب اسمه هيك، هالقصه اسمها هيك، قصه عاطفيه او سياسية أو موضوع سياسي، أي سنة مين اللي عامله، عرفتي؟ يعني هيدي عناوين مثل ما بيقولوا كبيرة، عناوين عريضة. عناوين عريضة وبعدين بس افتح الورق وبيعطيك التفاصيل. أنا عندي سؤال قبل ما أتلقى اتصال، بدي نطرهم شوي معلي، لأنه في الأحرف اللي موجودة عم بتكون موجودة من الألف للياء ولا لا؟ في كذا حرف أو بيتشقلبوا على الورقة من برا؟ مش الأحرف الهيدي، هيدي أرقام اللي عم تشوفيها أنت. اوقات الحرف بيكون شفت حرف بي وحرف او معنى بيكون لا أوكي. ما في كل ال مش كل الاحرف، لا مش كل الاحرف. اوكي اتصال جديد. الو صباح الخير. الو يا اهلا مين معي؟ بدي اعرف عن انطوان ابن جميله. انطوان ابن جميله عن شو حابه تعرف؟ العمر 54 سنه. نعم العمر 54. عن شو حابه تعرفي؟ اوكي في حب اسم ثاني. سوري بس بدي اعذبك، ما بعرف اذا عم تسمعيني، سالتك عن شو حابه تعرفي عن انطوان؟ ما بعرف كل شيء. كل شيء جميله اسم امه. اسم امه جميله. نعم، طيب وعن مين بدك تسالي؟ مش مين؟ نيفين؟ مش مين؟ نعم. بنت رنا. اوكي. العمر 38. كمان كل شيء؟ ايه. تكرم عينك، اهلا وسهلا فيك. كتير صعب جاوبيك عن هالشخصين بفرد فتحة، رح شوف شو مبين لك رح قلك. عم بين عندي هون اول شي محميين ربانيا، مبين عندي هذا الرجل اول واحد سألتي عنه، ما عم يغدر، اذا شكين فيه انتو انه عم يكذب ولا عم يغدر ولا عم بيغش، لا هو عم بيحاول يتزاكى او يكون ذكي ليوصل مطرح ما هو بده. بقلب العيلة عم تروح قوته بشغله انتصاراته، مع الوقت ايه رح يكون في انتصارات ورح يستعمل هالقوة يلي عنده اياها، صار له 6 سنين عم يستعمل هالقوة يلي عنده اياها، بتكون تطولوا بالكم شوي عليه. بين عندي الرجل اللي سألتي عنه انطوان. هلا سألت كمان عن نسرين بنت رنا عمرها 32 سنة. نسرين بعتعرف كمان عن كل شيء. قد ايه قالت عمرها؟ 32 32. يلا 33 رح تنقل نقلي، لو فيها خطوره بس رح تنقل، رح تنقل ما رح تشغل عطفتها، رح تفكر مظبوط ما رح تروح ورا العاطفه بهالنقله هي، رح تظبط امورها. يلي ما كان متفق معها واللي مش موافق معها بعدين رح يلاقي انه معها حق ويقول لها مبروك على هالنقلة، ماديا رح تتكل على حالها بعدين. نجاحاتها كامرأة كتير ضعيفة مبينة عندي كامرأة. بنطلق اتصال جديد. الو صباح الخير. الو جورج انت على الهواء تفضل. الو بنجور يا اهلا. بدي احكي مع مدام زينة. تفضل. بدي استفسر عن شغلة صغيرة، في ما عندي مدام اسمها ماري
مواليد 65، بشوف وضع الصحي شو هو. ماري بنت مين؟ مرتي. ايه مرتك، بس بنت مين؟ بنت عفيف الشامي. شو اسم امها؟ ليا. باردو؟ ليا. ليا. نعم. قد عمرها؟ قد عمرها ذكرني جورج؟ عمرها ب 48 سنة. 48. نعم. حابب تعرف عن شو؟ عن وضع الصحي، وضع بيتي. تكرم عينك يا جورج. بدي اسألك كمان عن جيسيكا، مواليد 87. كتار. معلي جورج، إذا فيك شخص إيه؟ واحد بعد معلي، بس أكثر من هيك ما فيها زين. بعطيك اسم جوليانا. جوليانا. جوليانا هي وخطيبة، مواليد 90. كتار صاروا كتير. جوليانا بنت مين؟ بنتي. أوكي دكار. مرتك شو اسمها؟ ماري. ماري عفيف الشامي. نعم. تكرم عينك. خليني شوف لماري. شوف ماري، شو ما كان بها، أول شيء ما مبين عندي حالة مرضية خطرة. شو ما كان بها، مش مستسلمة، شوية وقت على الأكيد مع تعاون بقلب العيلة بتصير منيحة. سألتني عن شخصين مرتبطين ما عندهم ارتباط قريب، عم بيبين عندي لك قضية أو مادة بقلب دولة أو ناطر حكم من دولة، قرار للأسف رح تخسره. سألت كتير، كان حابب يعرف عن جوليانا، كتير بنت جوليانا. يمكن جوليانا اللي بيّنت عندي إنه عم يسأل إذا بترتبط. ما في ارتباط هلا، رح يكون في عندهم مشاكل مادية. نتلقى اتصال جديد على 1390. ألو صباح الخير. نقطع الاتصال. بدي أذكر كل المشاهدين اللي عم بتابعونا من خارج الأراضي اللبنانية يتصلوا فينا على 88-216-822-7744. اتصال جديد. ألو. ألو بونجور. ألو بونجور. وحيدك في أحكي مع مدام زينة؟ أكيد تفضلي. مين معي؟ ريتا. ريتا؟ نعم. نعم. شو اسم الوالدة؟ روز. روز، عن شو حبيت تعرفي وقد عمرك؟ بدي اسال عن ولادي بشكل عام، اذا عندي سفره او ما نقلت بيت. روز بدي ريتا بدي اعزبك رجع عيد، شو كنتي حابه تعرفي؟ اذا عندي نقلت بيت. نعم. واذا عندي سفره. اوكي تعالي. عمرك 32؟ 34. 34 صح. اوكي يا اهلا وسهلا. صح عمرها 34. هلا بلشتي تتلبكي. عم بين عندي على 34 سنة بلشتي تتلبكي، عم تبلشي تحسي بالمسؤولية أو الخطورة بالوقت يلي ما في حدك خطورة. يمكن عم تحسي أنت خطورة مادية أو عم تعتلي هم المستقبل. شوفي ريتا، برافو عليك أنك ما عم تعندي، حاطة العناد ورا ظهريك. كل اللي عم تبحثي عنه ولا عم تسعيله ولا عم تطمحيله حقك ومعك حق فيه، وإن شاء الله بتوصلي لا نجاح. الولاد منيح، ما عندك هلا لا سفر ولا نقلة بيت، طري شوي بعد. نطلع اتصال جديد. الو تفضلوا انتوا على الهواء. مين معي؟ هون يا بنت بدر. صباح الخير. الو. الو وي تفضلي. مين معي؟ سونيا. سونيا بنت بدر. سونيا بنت بدر. بدر نعم. قد عمرك سونيا؟ 45. اوكي عن شو حابه تعرفي؟ عن اولادي. شو بدك تعرفي عن اولادك سونيا؟ نعم. شو بدك تعرفي عن اولادك؟ بدي اعرف عن مستقبلهم. ومنين عم تحكي سونيا؟ سونيا من وين عم تحكي لنا؟ من خارج لبنان؟ من علي. من علي. عليه. اوكي اهلا وسهلا فيك سونيا، شكرا لك. شوفي سونيا، عم بين عندي مطرح ما انت قاعده كانك بغربه، بين عندي كانك قاعده بمكان مستغربه او بمكان غريب، مش حاسه حالك انك انت عم تقدري تتاقلمي. بقلب العائله في عندكم روتين معين ماشيين عليه بالنسبه لمستقبل الاولاد، رح توصلوا لنجاح فيه. لو انتو انحرمتوا من اشياء ولا ضحيتوا باشياء، عم بين عندي هون رح يدفعوا او رح كانوا واحد ببيع املاك او بيضحي بكتير شيء يعني مادي تيوصلوا لنجاح، رح يوصلوا. ما لو حدا لامكن على هالروتين المعين اللي ماشيين فيه ما تعتليهم. صحتكم منيحة.
في شغلة واضحة قدام عينيك مبينة إنه فيها كذب أو فيها غدر أو فيها غش، أنت مطنشة لأنه معتبرة إنه الأيام كفيلة إنه تغير كل شيء ومعك حق. هذا الغدر ما رح يبقى. الارتباط اللي بقلب العائلة عندكم والألفة اللي بقلب العائلة عندكم أقوى من هالغدر والكذب. شكرا لك زينة، تلقينا اخر اتصال بحلقتنا لليوم. انت مثل ما قلتي انه عم تحسي حالك غريبة، فنحن بنتمنى على كل المشاهدين ما يحسوا حالهم غربة، ونحن كثير اقرب منكم وبنحبكم، وان شاء الله يا رب بتكون الايام اللي جاية فعلا عم بتبين هذا الشيء، وهذا الشيء واضح بالنتيجة. شكرا لك زينة نمرود، شكرا لوقتك، يا اهلا وسهلا فيك، اكيد ملتقانا بجدد اذا الله راد الاسبوع القادم. بتمنى لك ويك اند ممتع. ميرسي حبيبي. مشاهدينا وصلنا لختام صباح لبنان لليوم نهار الجمعة، أكيد كلكم ناطرين ويك أند تعيشوا فيه أحلى الأجواء. بتمنى لكم يا رب تكونوا عم تمضوا أمتع الأوقات برفقة كل الأصحاب والأصدقاء والأحبة يلي عم بيكونوا محيطين فيكم، وأكيد طبعا برفقة برامج تلفزيون لبنان. ملتقانا إذا الله راضي بتجدد الأسبوع القادم بحلقة جديدة نهار الاثنين، راجعين أكيد راجعين بحلقة جديدة. باي.